العنوان ده معناه ايه؟ ها؟ قول لي كده.
جميل، الله ينور عليك. إذا بدأنا نشتغل صح، أنت قلتي إن بعض العلماء بيقول ده تقسيم ملزم يعني لازم يشتغلوا به، مش كده؟ والبعض بيقول إن التقسيم ده تقسيم اجتهادي ما هوش ملزم. طب إيه هو التقسيم؟ كلامك صح، كلامك صح لو باع عليه. ده على أساس أنت كنت حاضرة المرة اللي فاتت وأنت بتكلميني، فإحنا دلوقتي بنكلم بعضنا بالإشارة. بتكلميني بالإشارة يعني بتقولي لي إن التقسيم ده اللي أنت قلته المرة اللي فاتت، مش كده؟ عشان كده أنا فاهم أنت بتقولي إيه. حضرتها بتقول المحاضرة اللي فاتت بإيجاز العلماء أو علماء الفقه الإسلامي قسموا في العالم إلى كم قسم؟ أو في حاجة أو في حاجة دارين، دار الإسلام ودار الحرب. جميل. جماعة تانيين سودوا تقسيم ثالث وسموه دار العهد بدون دخول في تفاصيل. جماعة رقم أربعة زودوا دار ثانية وسموها دار الفسقة. يبقى أنا كده عندي أربع دور، ما عنديش دار واحدة. جينا المرة اللي فاتت واتفقنا قلنا إن إحنا هنخليهم دارين اثنين فقط، هتبقى دار الإسلام ودار الحرب. حضرتها بقى بتقول لي العنوان اللي أنت بتقوله ده أساس تقسيم العالم إلى دارين ونتائجه. بتقول لي إن العلماء اختلفوا فيما بينهم. يا ترى التقسيم اللي أنت اتفقت عليه واللي طلعت النتيجة النهائية إن الدنيا كلها وإن العالم كله بيقوم على دار اسمها دار الإسلام، وجد فيها الإسلام وهيمنة وسيطرة وتوافر فيها الأمن وال خوف، والأمن وعدم الخوف زي أبو حنيفة ما قال والجمهور ما قال والخلاف اللي إيه اللي بينهم اللي عرضناه ليه. يا ترى التقسيم ده ملزم؟ يعني لازم العالم كله يمشي على التقسيم ده، ولا التقسيم ده مجرد اجتهاد؟ هتفرق إيه يعني؟ هتفرق إيه؟ هتفرق إيه إن هو اجتهاد، ولا هتفرق إيه إن هو تقسيم سياسي وتقسيم ايه وتقسيم ملزم؟ من حد يعرف يقول لي كده؟ هتفرق هو لو اجتهاد يا دكتور كان ده حصل في الوقت اللي كانت فيه ومضت عن كده، انما لو يعني ملزم هيبقى في الوقت اللي احنا فيه بيبقى ملزم علينا ان بس ناخده بيه مثلا. جميل. حد عايز حاجه ثانيه؟ قول لي اللي ورا ده. انا عاوز اللي يعبر. انا مش بقول قران يعني طبعا نص هنعاقبك ولا هنديك ولا هنزعلك، فكل واحد يقول بالطريقه اللي تعجبه وانا شو هعمل ايه. انت تقول بالطريقه اللي تعجبك وانا ارجع اصحح الوضع ثاني عشان نشارك في الفضائل بالطريقه اللي تعجبك. انه المعاملات بين الدول بين بعضها ممكن تختلف في حاله التقسيم ده، وكان موجود او ما كانش موجود. يعني احنا بنقول ان التقسيم مثلا في هنا حدود، دي دوله اسلام ودي دوله حرب، اذا انا في طريقه معينه بتعامل بيها مع دوله الحرب، كذلك دوله الحرب بتتعامل معايا بطريقه معينه. طيب لو في حاله ان ما فيش الحدود يعني ما فيش التقسيم، يبقى الدولتين فاتحين على بعض، المعاملات هنا بتختلف بشكل تاني خالص. حضرتك محرر فين؟ سجلت محرر؟ سجلت الاشكاليه؟ ارضيها يعني؟ ولا مش كده؟ ولا ارضيها؟ لو اخو مو طب انت اخو كويس شغال يشتغل ما لا قرات واحد طلع احسن من كده. تكاد يعني تكون انها يعني قرت شويه قرتش بس ده تفكير ولا انا مش عارف. طب ما هي معنى دي حاجه كويسه. اسمع بقى يا سيدي، العلماء لما جمع على العنوان ده انقسموا قسمين. بعض العلماء بيقول ان التقسيم بتاع العالم الى دارين والكلام ده كله دي مساله اجتهاديه. يعني مسألة اجتهادية يعني مسألة غير ملزمة. غير ايه؟ ملزمة. يعني الفقهاء يقولوا دارين، يقولوا ثلاثة، يقولوا أربعة، المسألة دي ما تفرقش معانا. يبقى الفريق الأولاني من العلماء بيقول إن تقسيم العالم إلى دارين، دار إسلام ودار حرب، هذا مجرد اجتهاد. فين الدليل على كلامكم يا جماعة ولا بيقولوا كده خلاص؟ قالوا بدليل أن هذا التقسيم لا وجود له الآن،
في الواقع المعالج. احنا النهارده عندنا حاجه اسمها دار الاسلام وحاجه اسمها دار الحق. لا ما عندناش. نرجع ونقول دار الاسلام ودار الكفر في بلاد كلها فيها كفر منتشر وموجود فيها مسلمين. في بلاد كلها اسلام صرفه وبتسمح لغير المسلمين ان هم يعيشوا ايه معاهم. عشان كده بيقولوا ان التقسيم ده مجرد اجتهاد، مجرد اجتهاد ليس تشريعا ولا تقسيما ملزما. ليه؟ لان الظروف اللي احنا بنعيشها النهارده بتقول الكلام ده، لا دليل او لا وجود له على ارض الايه الواقع. ماشي كده. الراي الثاني قال لا، وده هيكون الراجح، قال التقسيم ده تقسيم فقهي. يبقى مين اللي يقسمه؟ فقهاء عملي، يعني هيجيب نتائج ايه؟ خد بالك من الكلام، قال تقسيم فقهي. يبقى مين اللي فرضه؟ فقهاء. تقسيم عملي، يبقى الظروف العمليه والواقع العملي يشهد له هينفعنا. كذلك انه تقسيم سياسي. يبقى الناحيه الفقهيه على حسب الكلام بتاعهم ده خدمت الناحيه الايه؟ الناحيه السياسيه. يبقى الشبهه خدم الايه؟ خدم السياسه. يعني معنى كده ان الكلام ده مش ايه؟ مش اجتهاد. يعني معنى كده ان الكلام ده كلام ايه؟ كلام ملزم. فهمت المذهب الثاني بيقول ايه؟ ثاني انه تقسيم فقهي، بعد فقهي ايه؟ عملي، بعد عملي ايه؟ حلو. فين الدليل على الكلام بتاعكم؟ قالوا احنا هنجيب لكم ادله دلوقتي. اسمع يا سيدي، هنجيب لكم دليل من السنه. فين دليل من السنه؟ الحديث ده قلناه مره قبل كده وكنا هنجيب مثال كتير خاصه في الجزء الثاني من الكتاب. قالوا الامام مسلم بيروي عن امنا عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أميرا على جيش يعني جيش كبير، سرية يعني عدد إيه؟ عدد صغير، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، يعني قال له الوصية الأولى لك أنت خلي عندك تقوى، خف من إيه؟ خف من ربنا شوية. أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه، ثم قال لهم لسه شاهد من ياش اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تخونوا ولا 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 الكلام ده كله، وإذا لقيت عدوك من المشركين شيئا قبل المشركين وتقعد معاهم وتفاوض معاهم فادعهم الى ثلاث خصال او ثلاث خلال فالى ايتهن اجابوك فاقبل منهم، يعني لو قبل واحده ايه؟ اقبلها منهم. اول حاجه قال له ايه؟ قال له ادعوهم الى الايه؟ الى الاسلام اهو. فان قبلوا فادعوهم الى التحول من شيطان، فإن قبلوا الإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم، يعني ينتقلوا. مش قلنا المرة اللي فاتت الدار اللي هي إيه؟ الدار اللي هي القبيلة واللي هي المنزل واللي هي مش كده؟ اخترنا المعنى اللي اخترناه من المعاني الثلاثة. فإن قبلوا فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار مين؟ المهاجرين. إلى دار الإيه؟ يبقى كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوه إلى التحول من دارين إلى دار المهاجرين. طب المهاجرين عملوا إيه؟ كان المهاجرون يعيشون في أرض الكفر والذل فتحولوا إلى أرض الإيه؟ الأنصار أو أرض الإسلام. يبقى معنى كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ادعوهم، بالمعنى اللي إحنا عاوزينه النهارده، نطبع النص النهارده، ادعوهم إلى التحول من دار الكفر إلى دار الإيه؟ إلى دار الإسلام. يبقى هنا خدوا من حتة الحديث الصحابي، بس ده الشاهد يعرفه منه على قد اللي يكفينا دلوقتي. يبقى هنا السنة بتعمل إيه؟ السنة هنا بتقول إن في دارين، حاجة اسمها دار الإسلام وحاجة اسمها دار الإيه؟ الكفر. مين اللي قسم التقسيمة دي؟
قال واللي أسلم التقسيمة للرسول واللي أسلم التقسيمة للنبي سميناه رسول وسميناه إيه؟ نبي. ينفعوا يقولوا النبي ينفعوا يقولوا إيه؟ إشمعنى إيه الفرق بين النبي والرسول؟ بس هي الأصح إيه؟ يقولوا التقسيمة دي أسلمها الرسول ولا النبي؟ هتفرق معانا في إيه؟ أصل النبي الرسول إشمعنى يقولوا الرسول؟ عشان منزل مع كتاب من الله عليه. طب هو النبي نزل كتاب من الله عليه، ما نزل على مريم. قال لها وزي اليك بجسع النخلة، يقول نزل عليها. كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وعشان العلماء لما جم يتكلموا قالوا النبي، قلت لك الكلام كده، انسان حر من بني ادم مش الجن، اوحى الله اليه بشرع ولم يامره بالتبليغ. ولم يامره بالتبليغ، انما الرسول نفس التعريف، انسان حر من بني ادم اوحى الله اليه بشرع وامره. يبقى ساعتها ما يقولوا له سيدنا رسول الله مش النبي، يقولوا العلاقه تقول الرسول عشان ربنا اداله الشرع وامره بالايه؟ بالتبليغ. فاللي امر لربنا نزل على الشرع وامره بالتبليغ هو اللي بيقسمه، هو اللي بيقسم الكلام بالكلام وجه الدلاله اهو، هو اللي بيقسم. تقول ادعوه بالتحول من ايه؟ من دار الكفر الى دار الايه؟ الاسلام. طب ما هو الرسول ده كان رسول كان جاي يبلغ شريعه بس؟ ولا كان جاي يشتغل في الناحيه الدينيه والناحيه السياسيه؟ ولو كان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بيشتغل الدين بس، كانت الدوله كانت خربت. انما يشتغل دين ويشتغل ايه؟ يشتغل دنيا. مش كنت اقول لك قبل كده في الحته دي في اول محاضره، يشتغل دين روحي ويشتغل دنيا، يشتغل سياسه ويشتغل كذا، بدليل انه كان بيرسل الرسائل للملوك والايه؟ والامراء. يبقى المذهب الثاني او الراي الثاني بيقول تقسيم العالم الى دارين ليس تقسيما اجتهاديا، وانما هو تقسيم فقهي وعملي وسياسي فرضته ظروف الحياه. الحياه اللي فرضت عليه كده، فين الدليل؟ انا جبنا لكم دليل من ايه؟ من السنه. والحديث ده هنلاقيه بعد كده روي باكثر من روايه، تعددت الروايات ايه؟ ليه؟ مما يدل على قوته. جميل. يجي تقول لهم احنا جبنا لكم دليل منين؟ جبنا لكم دليل من السنه. طب هنجيب لكم دليل كمان من اقوال الصحابه. خد بالك الشيخ سعد يوم الجمعه يطلب لنا كده يقول ايه؟ ورد في الحديث، نعرف انه حديث. يجي تاني يقول جاء في الاثر، نقول ده الاثر ده كلام مين؟ كلام مش كده؟ ما هو لما جم يعرفوا الحديث اختلفوا. ها؟ يقول لك كلمه الحديث يبقى ما قاله الرسول، والاثر ما جاء عن اصحاب الايه؟ الرسول. بعضهم يقول لا، الحديث والاثر كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كلام صح برضه، يعني لما يجي نسمع واحد يقول ايه؟ ورد في الاثر ان رسول الله قال، بيتكلم ده ما بيتكلمش غلط، بيتكلم صح، لان العلماء بكل حديث نفسهم مختلفين في المساله دي، لكن احنا عشان ناخد على عقلنا احنا كده وايه؟ وناخد كده ضبط نفسنا، فاحنا نقول ايه بقى؟ عشان تعرف احنا نمشي ازاي؟ المنهج اللي هنمشي عليه، يجي الحديث يبقى الحديث كلام مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى السنه اهو. لما نقول بقى الاثر يبقى كلام مين؟ الصحابه وافعال الايه؟ الصحابه. يجي سيدنا عمر بن الخطاب يقول ايه؟ لا تبنى كنيسه في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها. لا تبنى كنيسة، خد بالك من الكلام اهو، فين؟ ما تبنيش كنيسة فين؟ في دار الاسلام. الكلام ده هيعجب بعض. الله، شوف سيدنا عمر فاهم الدين صح، وعاوزين حاكم محترم زي عمر، وعاوزين راجل تمام زي عمر، عشان الكنيسة ما تنبنيش والجماعة بيعملوا. وخد بالك ده الرئيس قال لهم انتوا كنيستين وابنوا ثلاثة وبس انك ماشي غلط، مش دي الكلام حقيقي. الكلام ده ماده بقى الناس تتكلم مبسوطه من ايه؟ من الكلام ده. هو لما سيدنا عمر يقول لا تبنى كنيسه في دار الاسلام نفى بناء، هو في حاجه محسوبه هنا، يبقى لا تبنى كنيسه في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها الا بامر السلطان. واخدين بالكم الكلام ولا ايه؟ مش عشان الكنيسه لما تقعد نقول مش هتنبني، هتنبني وهتنبني على الطراز الحديث، وهتصرف لها فلوس من الدوله. اشمعنى الاوقاف بتطلع فلوس تبني جوامع، ما يطلعوش فلوس من الدوله تبني كنائس ليه؟ نطلعه زي ما طلعنا هنا نطلعه هنا.
ولما تتحرك ويروح يولعوا فيه حنقولوا حليبنوها تاني من قلبكم ومن دموه تاني. هدوا انتم واحنا نسعدوا ليه؟ عشان هيكثروا الضرائب شويه. بعد ما كانت 100 و150 هياخدوا الضرائب 300 و400 وعمال هنبنوا منين؟ مش انتوا اللي ولعتوا؟ طب احنا مالناش دعوه، مفيش حاجه اسمها مالناش دعوه. مين اللي ولع؟ الشعب. مين اللي عمر تاني؟ الشعب. يبقى كله بيجي على دماغنا احنا فين؟ في الاخر. عشان فهمنا كلام سيدنا عمر ايه؟ غلط. يبقى سيدنا عمر يقول ايه؟ ما هو كلامه. طب لما يقول لا تبنى كنيسته دل فين؟ في ايه؟ في دار الايه؟ ده معنى كده ان فيه ايه؟ سيدنا عمر بيقول في حاجه ضاعت اسمها دار الاسلام، وفي حاجه اسمها دار الايه؟ دار الحرب. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا عمر بن الايه؟ عمر بن الخطاب. يجي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يكتب كتاب لاهل الحيره يقول لهم ايه؟ اهل الحيره دول كانوا ناس غير مسلمين. فيكتب لهم يقول لهم ايه؟ فايما شيخ ضعف عن العمل. ما هو ايش؟ ما هو الراجل في ايه؟ في دار الحرب او في دار الكفر. خد بالك قاعدين هنا تحت حمايه وتحت مظله مين؟ المسلمين، مش كده؟ هنشوف بعد كده عقد الذمه، وعقد الذمه هيرجعوا له براحتهم وزي ما هم عاوزين، بس هيدفعوا لنا الايه؟ الجزيه الفلوس. فهو هناك في الدار بتاعته، في دار الحرب بتاعته، تحت مظله الاسلام وتحت رعايه المسلمين، بس بيعمل ايه؟ بيدفع الجزيه. طول ما هو يشتغل وفي صحه بيدفع الجزيه. سيدنا خالد بقى يقول ايه؟ اللي هيكبر، اللي هيكبر مش هيقدر يشتغل، يعني غير قادر على الانتاج، يبقى اذا النتيجه غير قادر على دفع الايه؟ على دفع الجزيه. يقوم سيدنا خالد بقى يكتب لهم كتاب كده ويقول لهم ايه؟ فايما شيخ ضعف عن العمل، ماشي مش قادر يشتغل، يبقى ده تعالى النهارده كده. احنا عندنا انواع التامينات ايه؟ عندنا 5 انواع للتامينات اللي بتستوفى من العمل او في التامينات، مش كده؟ اول حاجه تامين الشيخوخه والعجز والوفاه، مش كده؟ شيخوخه يعني بلا خبر، يعني بلا شيخ، بلا شيخ، مش كده؟ مش الشاعر كان ماشي، معنى عندنا الشيخ اللي هو كبير يعني مش قادر يشتغل، ها؟ النبتة بتاع الجمع اسمه امام، فواحد كان بيحب واحده كده زمان في العرب، قالوا لنا في الازهر كده يعني، فمعدي عليها بتقول ازاي حال الشيخ؟ فقال لها، رد عليها قال لها زعمتني شيخا، يعني ندت بلفظ الشيخ، ولست بشيخ، ده انا كابتن لسه صغير، انما الشيخ من يدب على الارض دبيبه. الشيخ اللي هو ليه رجلين ماشي بيهم وليه رجلين تلت العصايه ماشي عمال بيدب على الارض بيهم، على الارض هو ايه؟ وهو ماشي عشان يعرف يمشي بيه. فلما يقول تامين الشيخوخه يبقى معنى ان كبر وعجز عن الايه؟ عن العمل. خالد بن الوليد بقى العظيم ده الاسلام عشان ما يقولكش القوانين الوضعيه عمل التامينات وقانون مش عارف رقم كذا والمعدل، احنا عندنا في الاسلام تامينات. اللي حط قانون التامين خالد بن الوليد، وقبل منه كان سيدنا عمر بن الخطاب. فقال سيدنا خالد بيقول فايما شيخ ضعف عن العمل ماشي او اصابته آفة من الافات. يبقى ده كان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الثاني كان تأمين إصابات العمل أو تأمين المرض. مش المرض ده آفة يا جماعة، الجماعة مش أنتوا أصلكم لكم قانون، مش عندكم تأمين المرض وعندنا تأمين البطالة، بس ما اشتغلوش بيها في حاجة في الآخر كده، وقالوا التأمين الاجتماعية اللي هم رجال الأعمال والكلام ده كله. فسيدنا خالد بيقول فأيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر. دي حاجة بقى آفة، دي اسمها بنسميها آفة سماوية، كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه. يعني صار يستحق الإيه؟ الصدقة عند أهل الدين إيه؟ ومن أهل الذمة، خد بالك، فهم بيتصدقوا إيه؟ وصار أهل دينه يتصدقون عليه، قال طرحت عنه الجزية. يبقى الجزية اللي كان بيدفعها لي قلت له خلاص ما عدتش تدفع، طرحت عنه الجزية وعيل من بيت مال المسلمين. خد بالك من الكلام ده، وعيل من بيت ايه؟ يبقى هياخد فلوس منين؟ وياخد نفقه منين؟ من بيت مال المسلمين لوحده، قال وعياله. يبقى هياخد هو وايه؟ وعياله، بس بشرط يا سيدنا خالد قال ايه؟ قال ما اقام بدار الهجره او دار الاسلام. يجي بقى يقعد يقيم عندنا في دار الهجرة اللي احنا بنسموها دار الإسلام على راس من فوق، هتاخد معاش
هينصرف عليك انت وعيالك، هناخد بالنا منك، هنطرح الجزية عنك. فين الشاهد في كلام سيدنا خالد هنا؟ ما أقام أي ما ظل مقيما بدار الهجرة ودار ودار الإسلام. إذا أنت عندك كده كم دليل على الرأي الثاني؟ عندك دليل منين؟ من السنة. عندك الكلام بتاع مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب أقوال الصحابة. عندك الكلام بتاع مين؟ القائد العظيم سيدنا خالد بن الوليد. وجهة نظر حضرتك دلوقتي وانت راجل مخ كبير وكده متفتح عن الطلبة العاديين، انت ترجح اهل رأي فيهم. الرأي الاولاني بيقول ده مجرد اجتهاد لكن كلامه خلى من الدليل. واحنا لما نيجي نرجح بقى او لما نيجي نتكلم مش عاوزين نعمل زي الناس اللي بره هي مصورة كده وبعدين كل واحد عاوز ينتصر للكلام بتاعه بالعافية كده، وان ما جاش بالعافية كده يمسكوا يعمل مشكلة معاه. انما احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نكون عقلانيين. لما نحب نرجح ايه رايك انت؟ نرجح الراي الاولاني انه قال مجرد اجتهاد. فين دليلك يا سيدنا؟ قال لا وجود له على ارض الواقع. قلت له ماشي. فين دليلك يا رقم اثنين؟ قالوا دليلنا السنه. دورنا على الحديث لقيناه صحيح. فين افعال الصحابه واقوال الصحابه؟ لقينا كلام سيدنا عمر كلام مصدوق. فين كلام سيدنا خالد؟ لقينا كلام سيدنا خالد ايه؟ مقبول. خدنا الكلام بتاع السنه وخدنا الكلام بتاع سيدنا خالد وخدنا كلام سيدنا عمر وطلعنا روحنا بيه بره في البلاد ولفينا فيه في البلاد، لقينا الكلام بتاعهم يمشي ولا ما يمشيش؟ لقينا الكلام بتاعهم لما النهارده نقعد مع غير المسلمين او مع دوله ليس فيها اسلام وهم حاطين في ذهنهم هناك ان المسلمين دول ايه؟ ارهابيين. المسلمين دول ايه؟ كتالين بوتالين. المسلمين دول حراميين. المسلمين مش بيقولوا عنها كده؟ مش كده؟ والراجل بتاع امريكا عايزين يقدموا له المحاكمه ليه؟ قال ده صرف كذا مليار عشان الارهاب في الشرق الاوسط وما استفدناش حاجه. يبقى العمليات بتاعت الارهاب دي كلها لما تحصل كده وياخدوها التلفزيونات تنجلها والدنيا تنجلها كده يبقى بيشوه صوره مين؟ صوره الاسلام. لما اقول لهم تعالوا يا جماعه احنا التاريخ ما بيتكتبش، التاريخ اتكتب من زمان. تعالوا شوفوا كده، تعالوا شوفوا عمل الصحابه كده، شوفوا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول هيديكوا الكنيسه ولما تخرب ولا تقع ولا تكتب هيدهك، بس ايه؟ ادوا امر للايه؟ ادوا علم للسلطان. قالوا ادوا علم للسلطان ليه؟ قال عشان ما تدوش الدنيا كلها يكون معاكم فلوس اكتر مننا وتبنوا الدنيا كلها تعملوها كنائس وتيجوا جنب الجامع تقوموا عاملين لنا كنيسه، يبقى الجامع اهو تشتروا الدار اللي فريحه الدار ثمنها نص مليون، اشتراك 5 مليون وتعملوا لنا كنيسه والاذان جدا هنا وترنوا الجرس بتاعكم هنا ونيجي نصلي والجمعه ترنوا الجرس يقوم المسلمين طالعين من الجامع ماسكين فيكم وانتم ماسكين فينا ونقطعوا في بعضنا وكده مش هنفعوا مع بعض خالص. نحل مشكله هنا تقوم مشكله في حته ايه؟ ثانيه. فدوا امر للسلطان عشان يقول يا خالد دول تنفع ولا ما تنفعش؟ محتاجين ولا مش محتاجين؟ الجماعه في اسكندريه كم اخ مسيحي؟ كذا قال عندكم كم كنيسه؟ يسعوهم يعني؟ ايوه يسعوهم في الصلاه يا بل. خلاص يا رجاله ايه؟ عشان خاطر بلاش نزود، اما تتاخروا شويه هنزوده، عاوزين واحده ولا اثنين نعملوا، صح ولا ايه؟ مش كده؟ طيب يبقى هنا هتاخد انت الراي الراجح راي مين؟ هتقول ده الراي الثاني الراجح لان الراي الثاني بيظهر سماحه الاسلام للايه؟ للعالم كله. طب ليه الراي الثاني؟ ما احنا قلنا الراي الثاني هو الراجح. قلنا الراي الثاني هو الراجح، بس احنا عاوزين الراجح ليه؟ احنا عاوزين الراي الثاني فاحنا بنقول الراجح. الاصغر بقى اللي هو دراسته جميله ومعتدله دي واللي هو انتشر في العالم كله والاسلام اللي قال وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. فعاوزين التفكير الوسطي. الازهر علمنا ان كل ما نيجي نقول حاجه راي راجح لابد نقول ايه؟ مؤيدات الترجيح او اسباب الترجيح عشان نكون منصفين في الحكم على كل الناس. فهنا اتضح لنا دلوقتي انا وانتم ان الراي الثاني هو الراي الايه؟ الراجح. ليه الرأي الثاني هو الراجح وليه الرأي الثاني كان أحسن من الرأي الأولاني؟ قال لي أن لأن إحنا لو قلنا إيه رأيك لو إحنا قلنا إن في دار إسلام بس، إن في دار إسلام بس، مش كده؟
مفيش دار حرب ولا في دار كفر، مش كده؟ لو احنا اعترفنا بوجودنا احنا لوحدنا بس، والناس قاعدين معانا مسلمين وغير مسلمين، ودخل عدو علينا، ودخل عدو علينا، مين هيدافع عن دار الاسلام؟ هيدافع عن دار الاسلام من ايه؟ المسلمين. طب لو حد دخل يعتدى عليهم هم؟ يعني عدافع عنهم؟ يبقى هم يقعدوا ياكلوا عينها ويشربوا كافولا يكسبوا لها، واحنا نشتغلوا شغالين النهار عند الكل. هيدفعوا الجزية. طيب، طب الوطن بقى؟ طب جعلناهم مكانهم ما دفعوش الجزء. جعلناهم مكانهم ما دفعوش الجزء. انجل بس معايا كده واحده واحده. قالوا مش دافعين. ها؟ وبعدين يا جدعان؟ قالوا احنا مستضعفين. هنتصلوا بقوات حفظ السلام من بره تيجي تحل المشكله دي وتخلصها من ايديهم. ها؟ جت قوات حفظ السلام دي قعدت لنا كده قالت احنا بقى اهي هنقعدوا هنا معاكم شويه ونمسكوا الحكم ونعمله ونسوه. نعمله احنا ساعتها بقى. هنقسموا الحدود حلو الله ينور عليك جاب الحاج قال ايه؟ هنقعدوهم لوحدهم كده وصلت للنتيجه هنعمل حدود يبقى اصبح في دار الاسلام وفي دار الايه؟ دار الاسلام اهي اهي ودار الحرب اهي ويفصل بيننا وبعض الطريق بتاع العربيات الرايح جاي ده يبقى دار الاسلام اذا قصدها عدو وجب على جميع المسلمين ان يدافعوا عن ارضهم وهم لو قصدهم عدو قال دفعوا انتوا عن ايه؟ عن ارضكم ودفعوا انتوا عن نفسه. يبقى التقسيم ده لما نقول النهارده ان العالم ينقسم لدار الاسلام ودار الحرب، التقسيم ده في صالح المسلمين ولا في صالح المسلمين؟ اهو انا دلوقتي بقول ايه؟ بقول مؤيدات الترجيح ان لازم العالم ينقسم الى دارين، دار الاسلام ودار ايه؟ حرب. اول حاجه او اول مؤيد من المؤيدات ان دار الاسلام يجب على المسلمين ان يدافعوا ايه؟ عن اذا قصدها ايه؟ ولذلك بقى هنا الاسلام يشرع الجهاد. ويجي بقى يقول ايه؟ الجهاد نوعين في فرض عين وفي فرض ايه؟ كفايه. فرض عين اذا دخل العدو ايه؟ علينا دلوقتي. دخل العدو علينا تريد الحقوق دلوقتي وهيموتنا واحنا قاعدين مع بعض اهو على ما نتصل بالشرطه نقول سيبهم بقى الشرطة منهجها والسكر ما يخلصوا على بعض وفي الآخر نروح احنا ايه؟ نقصدوا النتائج، مش كده اللي بتحصل النهارده؟ طب يا جماعة عملنا المطافي، قال المطافي طول بالك، البلاغ اتأخر شوية، السكة مسدودة في الطريق هنا، يبقى والعدو حوالينا أهو، يبقى وجب علينا جميعاً أن ندافع، الستات قبل الرجال، خشوا بقى مع بعضنا، عشان كده العدو لما جه بورسعيد طلعوا بالأسلحة، ما فرصة الأسلحة طلعوا بطيان الحيلة. غفر حلة كده ومطيرات كده وبقى على جنب الايه؟ صاحبنا الثاني، مش كده ولا ايه؟ مش انت بتذكر الكلام ده؟ يبقى فرض عين اذا دخل العدو علينا مفيش، انما فرض كفايه الجهاد امتى؟ اذا كان عندنا جيش بتاع الجيش بقى يروح يجهد قال طب وانت ما تجهدش ليه؟ طب انا اجهد انا قاعد اهو، قاعد انا بقول محاضره انا باخد كام 1000 هو الثاني لسه متعين عسكري جديد لسه، وانتوا عارفين الكلام ده؟ اللي قاعد يطلعوا في الجيش النهارده، اللي طلع فاشل في التعليم النهارده بياخد كام؟ 5 و6 ولما يجي يسوي معاشه بعد 10 15 سنه بياخد له 1,000,000 جنيه ولا بتاع وياخد له 10,000 جنيه معاش ما ياخدهمش رئيس الجامعه النهارده مش كده ولا ايه؟ زي وبعدين بيلبس ببلاش وبياكل في المعسكر ببلاش وبيركب القطر ببلاش وبيروح اي حته في الشرطه بيضربوا له تعصيب سلام وانا بقول لهم ده انا دكتور في الجامعه دول بره خليه بره انا مش معاك دلوقتي مش ما تفتحش البلد خد بالك ولا ايه؟ الفرق ماشي يا ولا ايه؟ يبقى رقم واحد انا بتكلم في ايه تاني؟ في مؤيدات الايه؟ ترجيح ان دار الاسلام خد بالك انا بقول ان التقسيم لدار الاسلام ودار الحرب مصلحه لمين؟ لنحن ان دار الاسلام اذا قصدها عدو وجب على جميع المسلمين ان يدافعوا عن ايه؟ عن ارضهم. طيب حلو كده. طب احنا بقى قعدنا في دار الاسلام خلي الاسئله بعدين، قعدنا في دار الاسلام مع بعض مش كده؟ وبعدين جم الجماعه الصعايده جمعوا على الجماعه الاسكندرانيه. الجماعه بتوع الصعيد اغلبهم في اسكندريه وعملوا تجاره هنا. فجه واحد صعيد اتعارك مع واحد اسكندراني فجه الصعيد قال يا ولد عمي هات الرجاله وتعالى. وجم جايين قال له تعالوا في القطر بتاع الصعيد اللي كله جم جايين.
وجوب داخلين على حي المنتزه وجوب مقفلين حي المنتزه حصرون. ايه قالوا احنا الحرب حتقوم لنا يا ويد دلوقتي بالنبابيب ومعانا الاله والايه والاسلحه جايه. يقوم الجماعه اللي بره يقولوا قامت حرب بين المسلمين. حرب يبقى الحرب دي مشروعه ولا مش مشروعه؟ مشروعه. الله ينور عليكم. يبقى قيامه النتيجه الثانيه اهو مولات الترجيح. قيام الحرب بين داري اسلام لا تعد حربا مشروعه اصلا. ما تبقاش حرب ايه؟ مشروعه. امال هتعمل ايه يا اسلام؟ هيعمل نصالحوهم على بعض. نصالحوهم على ايه؟ نصالحوهم على بعض ازاي؟ هنيجي بعد كده سوره الحجرات تقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولا اقتتلوا؟ اقتتلوا الجمع ما قالش اقتتلوا بالرغم ان جاب طائفتان. يبقى كان جاب ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلا انما غير اقتتلوا عشان الطائفه دي معاها ناس يام والطائفه دي معاها ناس كثيره. يبقى دخلنا في دايره الايه؟ الجمع. فاصلحوا. طب هنصلحوا بينهم؟ روحنا درجه دماغه ودرجه دماغه. جه الاسلام قال لكم بقول لك ممكن تكذب هنا بقى اكذب خش اللي انت بتصلح ايه؟ اكذب. يبقى يجوز الكذب. الكذب اصلا محرم الا في ثلاث حالات. الكذب بين المتخاصمين. من متخاصمين عندكم في البلد تروح تقول له عاوزين نصلح وقال اصلح معاه. يقول ده انا كنت بشرب شاي معاه امبارح عندنا في الفلاحين كده وسهران معاه امبارح ولقيته بكلمه بشانك الدمعه نزلت من الايه؟ قلت له وحد الله بتعيط من ده انا خسرت خساره كده. الراجل ده كان حبيبي وانا عملت عامله جامده وانا زعلان وابنك صدق جاب السكر من كتر الزعل. وعامل سكر من زمان جاب جاب السكر وزاد عليه وحالته والله شوف دلوقتي وشه عامل زي بيبه الصغيره ده. يا حول الله. يعني لو صدقت يا طب انت شايفه صح اعمله بقى. راح التاني ده انا هموت ده انا ديته حطها في الدار مليون جنيه حطها خلص عليه وادفع له الديه وهو ده. قال له يا اخي قاعد يكذب هنا ويلف هنا وكاذب وصدح منه. الكذب على العدو على الثاني. كذب الزوج على زوجته عشان يعيش وعشان تعيش. ربنا كرمنا بقليل الاحوال الشخصيه النهارده وقف كله في صف الزوجه النهارده. اول كانت الزوجه يقول يا خالبه تنفصلها من الراجل. دي قليل الاحوال الشخصيه مفترض على الرجال النهارده يجيلهم سهره يقول يا خالبه تسوونها بالستات النهارده. مش كده ولا ايه؟ فعايز يعيش لانها هتغضب وهتعمل وهتروح عند امها تحرك الدعوه المدنيه ضده والقانون يشتغل والمحامي يشتغل والمحاكم مش ناقصه اصلا. فعايزه تلاقي عليا حاجه عايز والله لا صيفه هذا المصحف بحبك عليه والمصحف لا صيفه باذن الله ولا صيف ولا عام. خد بالك ولا ايه؟ يبقى هنا قيام الحرب بين داري اسلام لا تعد حربا مشروعه ايه؟ النتيجه رقم كام او المؤيد رقم كام؟ اثنين. طيب المؤيد الثالث بقى وجوب الهجره على المسلم من دار الكفر الى دار الاسلام. وجوب الهجره على المسلم من دار الكفر الى دار الايه؟ اذا خاف الفتنه على دينه. اذا خاف الفتنه على دينه ولم يتمكن من ممارسة شعائره الدينية. ولم يتمكن من ممارسة شعائره الدينية. ولذلك انت ما تبص ليه سيدنا بلال هاجر؟ ليه سيدنا صهيب الرومي هاجر بالرغم انه كان رأس مال كبير؟ ليه ده هاجر وليه ده هاجر؟ يبقى خافوا الايه؟ الفتنة. هم يعذبوه وبيضربوه وكذب. وكمان يجب الهجرة عليه إذا لم يتمكن من ممارسة شعائره الدينية. يبقى المسلمين في أمريكا النهاردة لو جم يصلوا والأمريكان منعوهم قالوا هدوا الجوامع ما فيش صلاة ما فيش أذان ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش اللي هنشوفوه بيقول سبحان الله هنخلصوا عليه. قالوا خلاص يلا يبقى الأمريكان المصريين كلهم يجوا منين؟ من هناك. يبقى وجوب الهجرة عليهم لأنه إيه؟ لأنه لم يتمكن من ممارسة شعائره الإيه؟ انما صاحبنا هناك مسلطن هناك وبيمسك دولارات هناك ويقول الدولار عندكم بكام؟ يقول وصل 18 ويقول ايوه
20 يقول له روح بلدك انت بتاخد 2000 دولار ولا 2000 دولار هم 2000 دولار شويه طب اضرب 2000 في 20 كده يعملوا كام يعملوا 40000 جنيه طب انا لو قعدت في ده بيناقشوا قانون كل وزير ياخد 42 والدنيا جايه مع الوزراء عشان ياخد 42 ده انا هنا شغال وزير خدت بال حضرتك ولا ايه غير التنس وغير 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 الحياه الحلوه اللي هنا دي يهاجر ليه بيصلي يصلي الجمعه وكل حاجه وبيصوم رمضان براحته ما عندناش مشكله بس كل مشكلته ما عندوش رمضان جانا خدت بالك ولا ايه يبقى شغل لي ساعه بقى اقول رمضان جانا ورمضان ايه ما جاناش مش كده ولا ايه يبقى ما دام بيتمكن من ممارسه شوف التقسيم دي شوف التقسيم الثاني دي خدمنا احنا النهارده ولا ما خدمناش؟ يبقى انت كده عندك كام وقايل كده للتقدير عد ورايا كل الاولاني ده اصل انا نسيت دار الاسلام دار الاسلام ها يجب على المسلمين ان يدافعوا عنها. شوف انت بس انت فضحتني قدامي والدار الاسلام يجب على المسلمين ان يدافعوا. طب احنا هنطبخه واحنا عندنا طبخ من امبارح يبقى دار الاسلام يجب على المسلمين الدين اذا قصدها كل كان هو اذا قصدها يعني طب احنا ما حدش عدد الوقت بتاعنا على حاجه فايه؟ نطلعنا نكمل البحر ده ونقعد نضربه نار في الهواء خلصنا بكره وخلاص يبقى دار الاسلام يجب على المسلمين بس عايش انا بقولها كده مصحصح معايا على الديوب دي دار المسلمين دار الاسلام يجب على المسلمين الدفاع قلت يجب ما قلتش يستحب ولا يندب ولا كذا قلت يجب اذا قصدها ايه العدو النتيجه الثانيه ايه؟ قيام حرب بين قيام الحرب بين داري الاسلام لا تعد حربا مشروعة ثلاثة دخول الهجرة على المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا لم يتمكن من ممارسة شعائر دينية أو خاف الفتنة على إيه؟ في دينه أو في نفسه كلام جميل. ها؟ ليه؟ ليه ما بتردش؟ اسمها هي الأول. ليه؟ اقعدي يا ناس الدنيا يا ناس. لا انت قلبك زي الحديد يا ناس منين من اسكندريه؟ نعم من ايه؟ من عوايد من عوايد قول يا ناس ايه؟ قد يؤدي هذا التقسيم الاقليمي في هذا الوقت الى بلد اسلام وبلد كفر قد يؤدي الى كثير من المشاكل بين افراد المجتمع الحالي مشاكل بين اللي هم الناس اللي هم المسلمين والناس الكفار اللي هم على ديانه اخرى انما التقسيم الصحيح هو التقسيم العقائدي فلكل عقيدة قانونا يحكمها ولكل متبني فكر القانون يحكمه إنما التقسيم الإقليمي دوت بيؤدي لمشاكل كتير جدا بين الناس اللي عايشين في الوطن نفسه. واحنا لسه دلوقتي ماشيين على التقسيم ده ولا مش ماشيين؟ على أنه تقسيم؟ اللي احنا بنقوله ده وجوب التقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الكفر، احنا ماشيين على التقسيم ده؟ لا حضرتك بتقول مثلا لو حصل مثلا حرب المسلمين هم مثلا اللي يدافعوا لا انا بقول ان دي دار مصر دلوقتي دار الاسلام مش دار الاسلام الغالبيه فيها دار الاسلام لا حاليا دلوقتي مش دار الاسلام دار الاسلام حاليا دلوقتي على طول يا نانسي قول يا باشا معلش بالراحه بس مصر ليست دوله اسلاميه امال دوله ايه أم أنه تقسيم فقهي عملي سياسي؟
خدنا رقم اثنين تقسيم فقهي سياسي عام، والرأي الأولاني قال الاجتهاد وجاب الدليل بتاعه، والرأي الثاني قال المكاسة وجاب الأدلة على الكلام إيه بتاعه. رجحنا إحنا رأي مين؟ نانسي بقى من حقها ترجح، إحنا بنقول بنرجح، بس إحنا لما قلنا بنرجح بنجيب مؤيدات للإيه؟ للتوحيد. لو جبنا مؤيداتنا بعد المحاضرة حطيناها هنروح نجيب الكفة اللي عاملينها في الدار، الميزانة الصغيرة بتاعت زمان دي، ونحط مؤيداتي في الكفة، ونحط مؤيدات الناس في الكفة التانية، ونشوف مؤيداتي حطوك ولا مؤيدات الناس هي اللي إيه؟ هي اللي حطوك، ممكن مؤيداتها هي الطب ماشي، مؤيداتها الطب ماشي. إيه أنا برجح دلوقتي، برجح النهارده في اليومين اللي عايش فيهم دول الترجيح ده عاجبني، لكن ممكن بعد شوية الترجيح نخش للإيه؟ للرأي الأولاني، فقد تكون نفسي سابقة لعصرها. الترجيح الاولاني يا نفسي هو اللي هنختاره تاني بعد كده، ما عندناش مشكله، بس ارجوكي ما تزعليش مني. ماشي؟ طيب نيجي بقى نقول ايه؟ اخذنا ايه كده؟ دي الجزئيه رقم كام؟ رقم واحد النهارده. نتائج هذا التقسيم، خد بالك يا نفسي بالنتائج اللي جايه دي، نتائج هذا التقسيم، احنا قسمنا العالم لدورين وقلنا الراجح ان في تقسيم ان هما ايه؟ دورين. ايه النتائج بقى التي تترتب على وجود ايه؟ بصوا بقى الاول بقول لكم ايه، لو احنا ما قلناش التقسيم ده، لو ما اعترفناش، لو ان الاسلام اعترف ان في دار اسلام بس ولم يعترف بوجود دار الحرب او دار الكفر، ايه اللي كان هيحصل؟ ايه اللي كان هيحصل؟ يحصل مشاكل ولا ما تحصلش؟ واحد يتجوز اثنين، ها؟ جت الثانيه لغت شخصيه الاولانيه، قالت لها كلمة كلمت والشورة شورتي، زي فيلم الزوجة الثانية كده أو مسلسل الزوجة الثانية، لما مرات الأولى الثانية جت كانت مرات أبو العيلة جت محت شخصية الثانية خالص، ولما سمعت حسنية رقم اثنين لغت شخصية الإيه؟ حفل النظام. حتى شوفوا بقى الدكتور بيقول لك لا لا احنا بنجيب أمثلة إيه؟ تقريبية. فلما تيجي أنت بقى تقول انا لا اعترف الا بوجودي انا كمسلم، يبقى انت خلقت لي اكبر مشكله. انما لما تقول انا مسلم اعترف بوجودي وكذلك انا اعترف بوجود الاخر، انا مسلم لي كيان مستقل وغيري له كيان مستقل، بس هنعمل ايه يا نانسي؟ الكيان المستقل بتاعك كمسلم اشتغل بالشعائر الدينيه براحتك براحتك، بس ما تزعجنيش، خد بالك من الحته دي، ما ايه؟ ما تزعجنيش. ما ازعجكش ليه؟ عشان عندنا في الريف قبل الفجر بساعه بيشغلوا اذاعه، ولو بقى يوجه الميكروفون كده والميكروفون كده وجامعين فريق بعض ويقول لك تبرعات يا عم الحاج عشان يجيبوا مكنه صوت للجامع، ويروحوا يجيبوا مكنه صوتها عالي ويعملوا 18 ميكروفون فوق الجامع ويجلبوا كيان الدنيا بحل ويصحونا من نصوص الليالي، ولو اتكلمنا يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يشترى في هدفه وسعى في خرابها. احنا بنخرجوا كده لما نقول يا خلق هو شغلوا السماعه الداخليه، والاوقاف قانونها تقول شغل السماعه الخارجيه ساعه الجمعه في الخطبه وساعه الاذان بس، والصلاه بقى ايه؟ صلي براحتك في السماعه الداخليه، انما صاحبنا قاعد يقرا بقى ربع في الركعه ويوقف حالنا احنا، وفي التراويح بقى مشغل السماعه البزاني والناموسه والفرقتين من تحت، ويدي ناموس على وشه كده وتاخد الثاني على وشه كده وتتعاركوا مع بعض بعد الصلاه. يبقى عرفت يا نانسي بقى ده المسلم ليه كيان ودي ليه ايه؟ كيان. بس الكيان بتاع المسلم تحكمه الشعيره بتاعته، والكيان بتاع الثاني تحكمه الشعيره بتاعته. تمام كده؟ يبقى اول حاجه ايه؟ اعتراف الشريعه الاسلاميه، او النتيجه بقى النتائج التي تترتب على هذا التقسيم، اعتراف الشريعة الإسلامية ضمنا، اعتراف الشريعة الإسلامية ضمنا بوجود دول أخرى، اعتراف الشريعة الإسلامية ضمنا بوجود دول أخرى تختلف طبيعتها، تختلف طبيعتها عن طبيعة الدولة الإسلامية. تختلف ايه؟ يبقى هو اليوم الطبيعه مش كده؟ هما دلوقتي عندهم الطبيعه بتاعتهم بتاكلوا ايه؟ قالوا احسن اكل عندنا لحم الخنزير. قلنا له ماشي. قالوا طب وانتوا احسن اكل عندكم لحم العجال؟ قال ماشي يا عم، كلوا انتوا عجالي براحتكم.
طب احنا لو قدروا حتى عجلي من عندنا وروحنا نديله واحد يقول يقولوا ببلاش اشغله ما مش عاوز. لو واحد يقول جابنا خنزيرين ثلاثه قال هديتي ليك اهو عشان عيد ميلاده يلا ارفع عشان نتعشوا نقول والله ايه لو ده لو كنت احنا ضايقين يا عم ناكلوه ازاي ده؟ ما ينفعش. خدت بالك ولا ايه؟ هم هناك يموتوا في الضفادع يقعد كده بجرافين يقعد يمسمس وبياكل. احنا الضفادع احنا عندنا نمسمسه في الجنبات نرجوه ونطلعه ونجيله ونعمله ما عندناش مشكله. يبقى كل واحد يعترف بس الطبيعه دي بتختلف عن الايه؟ عن الطبيعه دي. حلو. دي النتيجه رقم كام؟ رقم واحد. يبقى ما دام المسلمين اعترفوا بوجود دول ثانيه بوجود دول ثانيه تختلف عنهم يبقى اذا المسلمين هنا بقى يعترفوا بالدوله الاخرى ان لها سياده ولا ما لهاش؟ بس لها سياده على مين؟ على الاقليم بتاع حبس. انتوا لكم سياده وسياده قانونيه القانون يعترف لكم بالايه؟ بالسياده دي. يبقى رقم اثنين اعتراف الدولات الاسلاميه بالسياده الاقليميه وكذا القانونيه لكل دار على ايه؟ لكل دار على اقليمها. يبقى المسلمين بيعترفوا بالسياده ان الايه؟ ان غير المسلمين لهم سياده على الايه؟ على الاقليم. يحكموا في الاقليم بتاعهم زي ما هم ايه؟ زي ما هم عاملين. اسمع بقى. يعني اذا النهارده الدوله غير المسلمه دي اللي هي دوله الحرب او دوله الكفر دي لها سياده؟ ايوه لها سياده. بتتعامل زي ما يعاود. قالوا بتتعاملوا بالربا. قالوا مالوا يا عم بتتعاملوا بالربا شغلانه؟ احنا مالنا وبالكم؟ احنا ايه؟ مالنا وبالكم؟ طب انتوا يا مسلمين ممكن تشتغلوا بالربا؟ قالوا عندنا الله نص في القران بيقول وحل الله البيع وحرم الايه؟ وحرم الربا. ولذلك الامام مالك بقى شوف الذكاء بتاعه بقى. الامام مالك كان يقول انا رايي ان الراجل المسلم ما ياخدش تجارته ويتاجر في البلد غير المسلم. يقول اكرهه كراهيه شديده ان يتاجر المسلم في بلاد غير المسلمين. ليه ما يتاجرش عندهم يا نانسي؟ قال لانه ربما تجري عليه احكام الشرك والكفر. احتمال ان هم يجبروه ان هو يبيع ويشتري بالايه؟ على حسب القانون اللي ماشي عندهم وعلى حسب الدوله اللي ايه؟ اللي ايه؟ اللي هو عايش ايه؟ عايش فيها. يبقى كون الامام مالك بذكاءه يقول كده انا مش عاوز المسلم يتاجر في بلد غير مسلمه. يبقى عله الامام مالك هنا ايه؟ خشيه ان تجري احكام الكفر على التاجر الايه؟ على التاجر المسلم. يبقى معنى كده ان الامام مالك اهو بنفسه بيعترف بالسياده الايه؟ الاقليميه والسياده الايه؟ والسياده القانونيه للدوله غير الايه؟ غير المسلم. صح كده؟ طب لو جه بلد تاجر غير المسلم هيتاجر عندنا عند المسلمين هنلزموه ولا مش هنلزموه؟ هيتاجر بالربا هنقول له الربا ايه؟ حرام ما ينفعش متحرم عندنا. يا التاجر زي المسلمين ما بيتاجروا يا تاخد بعضك وتروح بالتجاره بتاعتك فين؟ اه بس احنا مشكلتنا بقى هنا ان احنا ناس طيبين هننصحوه وهنقول له روح يا عم الله يسهل لك ما تجيش عندنا. انما هناك بقى ممكن يعملوا فيه ايه؟ يجبروه ايه غصب عنه ولا مش غصب عنه؟ اه ليه بقى؟ طب اديني مثال كده. رجل بتاع امريكا الجديد دي الجماعه المسلمين وما اعرفش شالوا فلوسهم فين؟ عنده. قالوا بقى من مكان نشيل فلوسنا هناك. اول ما مسك قال لهم تعالوا بقى. الجماعه المسلمين لهم كم مليار هنا؟ جابوا كذا مليار دولار. يا فلوس يا ما اعرفش عددها والله. اسمع خط وبال ساعه من قطر على اسمع. قالوا اسمعوا بقى. اسامه بن لادن اصلا منين يا رجال؟ كلام طلع على مصطفى كده. قالوا السعوديه. قالوا اسامه بن لادن ده عين ليه يا جماعه في امريكا؟ قالوا له ضرب برج التجاره العالمي وتاب فيه. قال برج يا رجاله من في كم واحد؟ قالوا ما جمع يا باشا. قالوا بقى الجماعه اللي ماتوا الجماعه اللي ماتوا خلي بالك رافعين قضيه عليه عاوزين تعوضهم اهاليهم زعلانين قوي. قالوا مش هيصبروا على الحكم ولا الفلوس. طب انا هجيب للناس الفلوس منين؟ اسمعوا يبقى الفلوس اللي بتاعتكم دي عاملين خلاص راحت عليكم برضه انا هنفعك عوضهم ولسه عليكم باذن الله كمان ادتهم مرتين ثلاثه بس انا برضه جدع مش هناخد الفلوس مره واحده باذن الله الاقتصاد بتاعكم 50 او 40% كل سنه هناخده
عشان نسدد الفلوس اللي عليكم، يا كده يا هنسلط القواعد اللي في الخارج تدمركم وتمسكوا ونخلص منكم للابد. موافقين يا رجاله؟ قالوا موافقين يا باشا. اللي انت شايفه صح ايه اعملوا. شوف هما شوف عمايلهم بقى فين؟ طب لو هما لهم فلوس عندنا وطلبوا الفلوس كنا عملنا ايه؟ طب لما جت الثوره جت وقلنا هات الفلوس كذا، قالوا لا ممنوع، هتعمل هزه في الاقتصاد، ما ينفعش الاقتصاد ما يتهز، خلي فلوسنا زي الهي. طب احنا بقى لو هما لهم فلوس عندنا وكانوا طلبوا فلوس كنا احنا عملنا ايه؟ كنا رفضنا الجيوب وكنا اديناهم ايه؟ عشان احنا بنكتب الناس الامانات، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه. قالوا يا جماعه فلوس دي امانه، عندكم هاتوا الامانه، كنا نقول الامانه. انما احنا قلنا لك الرجال هاتوا الامانه، قالوا امانه من بقى نتقابلوا بالقيامه ان شاء الله بعد صلاه العصر نشوفوا ايه؟ الموال بتاعتكم احنا نرصهم ازاي؟ خدت بالك ولا ايه؟ يبقى شوف انت هنا، شوف النتيجه بتاعت التقسيم بتنفعنا ازاي؟ يبقى النتيجه رقم ايه؟ اثنين اهو، الاعتراف بحق السياده الاقليميه وحق السياده ايه؟ القانونيه للدوله غير المسلمه، بدلاله ان الامام مالك يرحمه الله قال: اكره كراهيه شديده ان يتجر المسلم في بلاد غير الايه؟ غير المسلمين. ليه؟ لعله كذا وكذا، ممكن هو يجبر على كذا وعلى كذا، احكام تخالف الشريعه ايه؟ الشريعه بتاعته. طيب التقسيم الثالث اهو كمان، ايه رايك في التقسيم الثالث لما انت تقول ان في دوله اسلاميه وفي دوله غير اسلاميه؟ يبقى انت الفقه الاسلامي عندك هنا بيحتسب بالجمود ولا بيحتسب بالمرونه؟ هو انت بقى لما نقعد لما نيجي نحل مشكله مع كده يقول لك فلان ده جار كذا وفلان ده كذا، وانت تقول لا مش هقبله جار، يبقى انت راجل جاهل عندك جمود في الفكر بتاعك. انما لما تقول لا ده انا اقبل كذا بكذا ونعمل كذا ونقرر كذا، يبقى هذا التقسيم يتسم بالايه؟ يتسم بالمرونه. يتسم بالمرونه ليه؟ لان الاسلام لو اعترف بنفسه بس، لو اعترف بنفسه بس، يبقى الاسلام يشرع الحرب. يشرع الايه؟ الحرب. ويبقى الاسلام هنا بقى دين كله مشاكل ودين مش عارف ما يعترفش بوجود الناس والكلام ده كله. يبقى رقم ثلاثه هذا التقسيم للعالم في دولة إسلامية وفي دولة غير إسلامية، هذا التقسيم يدل على مرونة الفقه الإسلامي وعظمته. كمان التقسيم أو النتيجة الرابعة، إيه رأيك بقى في النتيجة الرابعة؟ لما يجي يقول النهاردة إن في دولة إسلامية، العالم النهاردة كله بينادي، العالم بينادي يقول خلي المسلمين في حالهم وخلي غير المسلمين في حالهم وخلينا ننشر عملية السلام. تسمع النشرة زمان؟ اجتمع الرئيس بلاسين من الناس في جولة مباحثات مغلقة لمدة 4 ساعات لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط، ولكن شفناهم اجتمعوا بيجتمعوا خلاص، وكل يوم اجتمعوا الاجتماعات ده بتخص الخلاص عشان السلام ده. يا جماعة ده الفقه الإسلامي ده هو اتكلم على مسألة السلام دي وقال أدي الدولة الإسلامية أهي وقال الدولة غير الإسلامية أهي. مين اللي اتكلم الكلام ده؟ قال واحد كان اسمه الإمام أبو حنيفة النعمان. أبو إيه؟ أبو حنيفة النعمان. والإمام أبو حنيفة النعمان اللي أنتوا درستوه في سنة أولى في الكلية لما خدتوه في المدخل عندكم مش كده؟ وبتوع الأصل طريق تاريخ التشريع الإسلامي. نتكلم عن الفقهاء دي. كان الامام ابو حنيفه النعمان مذهبه يا عم الشيخ عبده كان بيقوم على العقل. بيقوم على ايه؟ على العقل. وهو اول من طبق مبادئ القياس. يعني نجيب المساله دي نحطولها دي ودي زي دي عشان دي تبقى كذا. خدت بالك؟ ولذلك الامام ابو حنيفه لما جه التقى بالامام محمد الباقر كان في سنة 130 هجرية كان في المدينة المنورة. فمحمد الباقر ده جده الأكبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فمحمد الباقر ده أبو حنيفة يعني بيقول له أأنت، أول مرة أشوفه شاع عنه إنه بيستخدم القياس في كل حاجة. قال له أأنت يعني بيهزأه يعني توبيخي استفهام توبيخي إنتاجي. أأنت الذي حولت دين جدي بالقياس؟ أنت بقى اللي عملت ولدي نقيسه على دين يعني نرجع له. أبو حنيفة كده قال له اجلس تعالى بس كده اجلس مكانك كما ينبغي لك، اقعد في المكان العالي ده كده، فإن لك عندي مكانة كمكانة جدك عليه الصلاة والسلام. أنت كده
احترمك من احترام سيدنا رسول الله. جي قاعد في مكان عالي على كرسي عالي جدا، وجثى ابو حنيفه على ركبتيه بين يديه، قاعد بين رجليه على ركبته كده وجاي عامل له، قال له يا سيدي. فابو حنيفه قال له انا هنسالك بقى بعد اذنك يا عم. قال له هو. قال له انت دلوقتي سمعت عني ان انا بشغل القياس ودي عامله مشكله. قال له ايه؟ ابو حنيفه قال له طب انا هسالك سؤال بعد اذن حضرتك يا عم. قال له هو. قال له الرجل افضل ام المراه؟ الرجل اقوى ام المراه؟ مين الاقوى في الاثنين؟ قال له الراجل. قال له طب ربنا شرع للراجل في المرأة قد ايه؟ قال له سهمين. قال له شرع المرأة الضعيفة قد ايه؟ قال له سهم واحد. قال له لو انا حولت بقى الدين بتاع جدك بالقياس كنت قلت ان الضعيف ياخد كام؟ اثنين، يعني المرأة تاخد سهمين والقوي ياخد سهم واحد اللي هو الراجل، لكن والله ما قلت حاجة. الراجل بياخد سهمين بقول بعترض قدام الدنيا حاجة، الراجل ياخد سهمين والمرأة تاخد سهم واحد، ما عملتش بالقياس اهو، في الثوابت انا ماليش دعوة بيه. قال له طب اسالك سؤال كمان. قال له قول. قال له الصلاه افضل ولا الصيام؟ قال له طبعا الصلاه تكرر كل يوم. قال له ده كلام جدا ده، لو انا كنت حاولت بالقياس كنت قلت ان المراه اذا نزل عليها دم الحيض تقضي الصلاه لانها افضل ولا تقضي الايه؟ الصوم. لكن انا بقول زي دي حالها ما بتقول تقضي الصوم بس وما تقضيش الصلاه عشان الصلاه تتكرر كل يوم هيبقى في مشقه ايه؟ في مشقه عليه. قال له اسمع يا باقر. قال له نعم. قال له البول انجس ام المني النطفه؟ قال له البول انجس. قال له لو حولت دين جدك لقلت الرجل يغتسل من البول ويتوضا من النطفه، لكن والله ما قلت. فقام محمد الباقر اليه وقبل راسه حيا واعتذر اليه. ابو حنيفه العظيم ده، العظيم ده اللي استخدم القياس وكان امام لمدرسه الراي في الكوفه، جاب بقى التلامذه بايه؟ خرج تلامذه، خرج عقول. العقلية الأولانية كانت أبو يوسف يعقوب بن حبيب بن إبراهيم الأنصاري نسبا والكوفي منشأ، منشأ يعني عاش في الكوفة. جه بعد منه تلميذه الثاني مين؟ محمد بن الحسن الإيه؟ الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني عاش مع الإمام فترة بسيطة. لما محمد بن الحسن الشيباني أبو حنيفة مات، جمعت محمد بن الحسن الشيباني دور في كتب أستاذ أبو حنيفة، لقى كتاب اسمه كتاب الفقه الأكبر. أبو حنيفة حط في كتابه الفقه الأكبر 60,000 مسألة. شوف 60,000، وفي رأيي بيقول الشيخ أبو زهرة بيقول في رأيي بيقول 300,000. بس لما يشوف الجماعة قالوا يعني كلية بعيدة شوية، خلينا مع الكام؟ مع الـ60. فجي محمد بن حسن الشيباني ومرسي بقى طلع من الإيه؟ من الدور. أبو حنيفة كاتب الفقه كله. محمد بن حسن الشيباني جه وعين الكتاب اسمه كتاب السير، السير الصغير. قال يا محمد يا ابن الحسن بتسميه السير ليه؟ قال خد بالك بسميه السير من السير، يعني احنا مش قاعدين سرنا. قال له سرت يا ابن الحسن رحت فين؟ قال سرنا للحرب. عملتوا ايه؟ قال عملنا بقى روحنا وعملنا وغنمنا واسرنا وحاربنا وافتدينا جلمنا الكلام ده كله وحطه لنا فين؟ في كتاب سماه السير الايه؟ زي ما تيجي العروسه فيكم بتتجوز كده ونجيبوا الكاسات ونجيبوا الكوبايات ونجيبوا الصين اللي ما بناكلوش فيه ونحطوه في النيش عشان الناس تتفرج عليه، واحنا في الرايحه والجايه نخبطوا فيه وما ناكلوش فيه، محرومين ناكلوا فيه لحد ما يتكسر والموضه بتاعته تروح. فمحمد بن الحسن الشيباني عين النيش ويكفي كل ما يتعلق بالايه؟ بالسير، الغزوات والحروب والغنائم والاسرى والفيء والكلام ده كله، وجيه بيسميه السير الايه؟ الصغير، مش كده؟ سماه السير الصغير ليه؟ محمد بن حسن قال لان انا في الزمن اللي انا عايش فيه من سنه 150 لسنه 200 هجريه، قال انا بخاطب ناس بتفهم، ناس مخها شغال. انما لما جه بعد شويه لقى الناس مخها تخن شويه، مش فاهمين نعمله ايه؟ قال هنمسك الكتاب ده حقه قدامه تاني، وقعد يالف تاني ويزود بقى ويشرح، وجيه بيسميه السير الكبير. حلو كده؟ وجيه حطه كبره كده،
جي واحد تاني من أئمة الحنفية الإمام السراقسي وجي مسك الكتاب بعد الناس مخامة طفوا شوية وجي مسم شرحه تاني وجي مسميه شرح السير الكبير. يبقى السير عين كمان يبقى السير الصغيرة الشغل بالإشارة صد مؤلف ذات نفسه وجي شارح وجي عامل السير الكبير. جي بعد كده زي الأثر عندنا كده الدراسة النصية الدراسة النصية نجيب النص كده مكتوب في الكتاب ونقعد نفلو فيه ونشرحه فيه. الطالب ما هوش فاهم واللي بيقرا كمان الاستاذ لو مخه نضيف برضه ما هوش ايه ما هوش فاهم. ساعات يجيب نص صف يشرح في صفحه وصفحتين عشان يعرف يوضح المعنى للايه للناس او للطلبه. يبقى السير الصغير بعد كده شرح بقى ايه السير الكبير وبعد كده بقى شرح السير الايه الكتاب كله بيتكلم عن ايه الماده العلميه بتتكلم عن الحرب بتتكلم عن الجهاد بتتكلم عن معامله الاسرى. طب هم الاسرى دول مش مسلمين يبقى الاسرى من ايه مسلمين. طب الحرب دي مع مسلمين قال ما عندناش حرب مع المسلمين انما حربنا مين مع غير الايه المسلمين. طب انت كذا 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 جه الجماعه بتوع القانون الدولي بقى في المانيا قعدوا يحطوا مبادئ اسمها مبادئ القانون الدولي يدوروا يا جماعة على الدولة فين والنبادي فين ونعملوا ايه ونسووا ايه. وضع في ايديهم التراث بتاع محمد بن الحسن الايه الشيبة قالوا حلمتها ادي الاسلام الجميل ادي محمد بن الحسن اللي مذهبه كان عقلاني زي مذهب استاذه خدمنا خدمة كبيرة وحطلنا التراث كله خدوا مبادئ القانون الدولي اللي الدنيا حالها تتكلم عنه النهاردة وواحد يكون عامل كارنيه كده يقول لك محكم دولي ويعمل يافطه بتاعت محامي كده المستشار بالتحكيم الدولي ياخد دوره ب 300 جنيه ويبقى المستشار بالتحكيم الايه؟ يقول لك فضل القضيه عنده ده بيحكم بين الدول مش هيحكم بينا من جماعه فلان والدين هيخلص على طول خد بالك وقف وشوف شوف حتى اللفظ خلاك كل اللفظ خلاك النهارده ده يدعوك الى ان انت تعرف عظمه الدين وعظمه الفقهاء بتوعك فجم كونوا جماعه وسموها الجماعة الشيبانية للحقوق الدولية بس كانوا ناس مؤدبين صراحة ما قالوش بقى الجماعة الجمعية الألمانية للحقوق الدولية قالوا لو قلنا كده هنبقوا نكذبهم والغرب احنا غرب ما نكذبوش انما المسلمين يموتوا في الكذب يسبقوا منبر ويكذب ويصدق نفسه ايه انما احنا خدنا منين قالوا احنا خدناها من قبل عند الشيباني محمد بن حسن الشيباني قالوا هنسموا الجمعية ايه قالوا بقولوا بقى نسموها الجمعية محمد مش هتيجي معانا الحسن مش شكلش يبقى الشيبانية نسبة له هو عشان هو اسمه محمد بن الحسن الايه قبل الشيبان يبقى الجمعية الشيبانية للحقوق الايه واخدت جميع مبادئ القانون الدولي من محمد بن الحسن الشيباني في كتابه اللي اتكلم فيه السير الصغير والسير الكبير وشرح السير الايه الكبير. عرفت بقى يا نانسي ايه فايده التفسير مقتنع ولا مش مقتنع؟ مش مقتنع هكون نهبل دماغك نصين في ست شهور يعني. طيب يبقى كده يا جماعه اخر حاجه اتكلمنا فيها ايه بقى؟ هتكلم من الاول كده هات بقى هات من الاول انا اتكلمت النهارده تقسيم العالم انا براجع كده انا براجع بس براجع حاجات بسيطه كده تقسيم العالم الى دارين ونتائجه التقسيم اللي الفقهاء قسموه الى ان الدوله تقوم على كذا وتقوم على كذا التقسيم ده تقسيم اجتهادي ولا تقسيم سياسي فقهي واقعي رقم اثنين طب ليه رقم اثنين عشان كذا وكذا 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 يبقى مؤيدات الترجيح طلعت ثلاث طب نتائج التقسيم دي واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي كان اخرها محمد بن حسن الايه الشيباني الجزئيه دي مفهومه كده؟ طيب الجزئيه بعدها بقى بتقول ايه؟ الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الايه؟ من الدول. خد بالك ان حته الاصل العنوان ده الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الدول انت هتبص عليها في الكتاب عندك هتلاقيها 8 او 9 صفحات صح؟ مش كده؟ عندهم كده عشر صفحات اهو دول عشر صفحات اين دي؟ كانت
سؤال في الماده دي في الترم اللي فات ولا ما اعرفش بيسموها ايه بتاع لا اسم عندكم ايه دي كان سؤال ده كان سؤال ثالث على 10 درجات خدت بالكم وكان في سؤال ثاني في نص الكتاب الثاني ناس بقى لما جبنا السؤال ده ولما حطيت السؤال ده ناس زعلت ما فهموش السؤال ما فهموش لما بقول ايه الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه بغيرها من الدول زي ما تقول يا عيني لما جم يكتبوا لقوا الإجابة في صفحة النص ولا في صفحة دبا وزعلانين قالوا شوف مش فلا مين حافظ بقى؟ هي اللي كنا عاوزينها هي بس بعضهم ماشي بعضهم بقى جراية ايه؟ الشوية اللي فاتوا دول اللي قلتوا مرة فاتت والمرة دي مش كاتبهم وبعضهم دي على العنوان اللي بعد منه عقد الذمة مش عارف عقد الامان المؤبد المؤقت في كاتبهولي ليه قال ما نقش دي مع دي وبعضهم كتب اللي قبل دول وساب دول وكتب بعد دول وساب دول وفي ناس ما وفقتش وفي ناس بقى اقتصروا على ده هما وجابوا 18 و19 و20 فانا عاوز نقول لكم شوف انا عشرح المحاضره دلوقتي اهو انا عندي الموضوع مش بكثر الكلام انا مش بكاي سرس ولا بكاي رز صح ولا ايه؟ انا عايز بس يقول لك اكتب لي في كذا وقبل ما تقرا السؤال بنقول له يا خلقه هو فهم السؤال على نص الاجابه تفهم السؤال عاوز ايه تفهم تعرف كذا انما تقعد تكتب شمال ويمين وترجع في الاخر ده نفس الغلطات الغلط مش عندي قال الاسئله بتيجي واضحه لا بتيجي لفه ولا بتيجي بتقول ولا ايه شوف بقى الاصل هنا بيقول اصل في علاقه الدوله الاسلاميه ما واحده كنت بتقول ايه الدوله بتقول بعد اذنك كده بتقول ايه في شوف سؤالها جميل ازاي؟ سؤالها عجبني عشان كده جيت في دماغي حاولت نطلعه بره نرميه في السله ما رضاش رجع تاني عندي. هي بتقول انت عايز الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه بالدول الاسلاميه ولا بالدول غير الايه؟ هو العلوم انا بقول ايه؟ الاصل في علاقه غير ايه؟ يعني هقول لك حاجه يعني دلوقتي لما يبقى واحد مثلا بيضحك بره طول النهار هيروح يبشر مع مراته؟ لا 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 فأنا لما أقول الدولة الإسلامية هتتعامل بره يعني الراجل هيتعامل بره مع الناس إزاي؟ يبقى الباب أولى إنه يتعامل مع أهل الدار إزاي؟ خدت بالك ولا إيه؟ يبقى يعني مثلا هيجي ليه؟ ملاحظوا برضه إن في حاجة مش عاوزين يعني تتعاملوا معاها إنكم ناس بتوع دراسات عليا يعني يقول لك الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدولة الإسلامية وغيرها من الدول هو القرآن يعني لازم نقول بالنص ثاني مش كده ولا إيه؟ طب اقول لك بغيرها من الدول شوف انت شوف انت وعي يا سلام شوف قال لك اعمل المكرونه اعمل المكرونه محمره مكرونه طماطم عشان لو عاوز يغطي يقول لي ما عندناش محمره المحمره اهي عايز مش انا عارف بتكسب انا عارف بتغلبها طيب يبقى شوف العراق انا عايز اقول كده ليه؟ خليك بقى معايا كده أنا لما أجي أتكلم وأقول الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول. كانت دولة إسلامية واحدة ولا كانت عبارة عن كانت دولة إسلامية واحدة وبالتالي بمعنى كده إن هي مع غيرها من الدول يبقى معناها إن الدول غيرها من الدول دول غير إسلامية. أنا مش فاهم أنت دلوقتي اسمها الدولة الإسلامية مش كانت دولة إسلامية واحدة ولا كانت عبارة عن مثلا مقاطعات أو كده. دولة إسلامية واحدة طالما نقول ما في علاقتها مع غيرها من الدول يبقى مقصود ان هي غيرها من كل الدول الإسلامية يعني هو انت قصدك دلوقتي تقول ان هي دلوقتي دولة إسلامية؟ الأول كانت دولة واحدة الأول دولة واحدة منين يا أبو بكر؟ دمنهور منين من دمنهور؟ نبي دمنهور عن الحوش ها؟ من الحوش أنا طبعاً أبو بكر بتاعنا أنا ضربك وقعد يا أبو بكر، منين من الحوش؟
الفرشة قاعدة عم تقول الركب هناك والفرشة مطولة كل الشيء كله قاعد يتطلب في قاعدة. بص يا أبو بكر، يا عم أبو بكر، ما أنت لو صبرت عليا شوية قلت أنا هقول لك إن هي في الأصل كان كله دولة إسلامية وكله كان عالم إسلامي واحد. الاستعمار يا أبو بكر عشان يفتتنا ما نبقوش واحدة مع بعضنا، وشوفنا صدام حسين بيتعلم ويضحوا كل يوم العيد يا أبو بكر، ونسكتوا ما نتكلموش مش كده ولا إيه؟ دي الاستعمار وفتتنا، فبلاش بقى دولة إسلامية بقينا دول إيه؟ دول إسلامية، صح يا أبو بكر؟ فأنا يا أبو بكر كنت هقول لك إيه دلوقتي؟ هقول لك أنا لما نتكلم على العنوان ده أنا عندي ناحيتين، في ناحية نظرية وفي ناحية واقعية، معايا؟ الناحية النظرية بتقول إن المفترض إن العالم الإسلامي كله دولة إيه؟ دولة واحدة، ماشي يا أبو بكر؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب لما جه في عام المجاعة، ها؟ ولقى الناس جعانين والناس لموا الهدوم بتاعتهم وخيامهم وجم قاعدين معسكرين له في المدينة، قعد يبص لهم ويعيط مش لاقي يوكلهم، جه طلع على المنبر قال لهم وددت لو أن جسدي هذا كان خبزا أقدمه لكم، بس ما ينفعش نعمل إيه؟ بطنه عمالة تزور كده تحلس أصابه شدة الجوع، قال لها والله لتشبعين بطعام وأطفال المسلمين جياع. حلو أهو. سيدنا عمر بقى العبقري الذكي تذكر أن له عاملا في مصر داهية في السياسة اسمه عمرو بن العاص. قال هات يا ابني الورقة والقلم، جبت الفيلم. بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أما بعد، كلمتين مختصرين. أفتراني أنا ومن معي هلكا وأنت ومن معك تتقلبون في النعيم، فواغ وفاء واغ وفاء واغ وفاء، والسلام عليكم ورحمة الله. ودي ابن جوز العين لعمرو بن العاص. عمرو بن العاص قال الرسالة داهية في السياسة، الرسالة أثرت فيه، قال ما ينفعش لازم المصريين برضو إيه يتأثروا من شد شوية. جمع المصريين وجي طلع على المنبر في الجمع بتاعه الكبير ده وجدار الرسالة عليهم، فلقى ايه في تجاوب، فقال والله يا أمير المؤمنين لأبعثن إليك بقافلة أولها عندك وآخرها عندي. يلا اللي عنده حاجة يجيبها للجانب، وعمل قافلة قد كده وقضى على المجاعة، وكان لمصر الفضل الكبير زي طول عمرها ما بتشارك في الايه في الأزمات، وحمد عمر بن الخطاب لأهل مصر وصنيعهم ودعا لهم بالخير والبركه. يبقى يا عم ابو بكر هنا ما جاش واحد من المصريين يقول له خبره يا ابن العاص، خبره ده مصر في الاصل كلها كانت اخبار، والفتح الاسلامي دخل تقوم تاخد خياراتنا وخيارات بلادنا وتوديها للسعوديه ان شاء الله قدر يقطعهم يا اخي، احنا مالنا؟ مالك احنا؟ صح ولا ايه؟ ده احنا عندنا النهارده يقول لها يا ابو محمد هنحط مجيني في الجامع، تقول لي العرس الدار يحرم على الجامع. طب احنا اللي العرس الدار عندنا يحرم على مش كده ولا ايه؟ طب يعني مصر يا ابو بكر ما كانش فيها فقراء؟ لا. طب ما كان واحد قال لعمر بن عبد العزيز قال له قال اطعام الافواه الجائعه خير من التصدق على بيت الله الحرام، وكلنا احنا الاول اغنينا وبعد كده بنوا بتوع مصر. لكن النصره يا عم الشيخ كان ان العالم الاسلامي كله دوله ايه؟ واحده. يبقى دي اسمها الناحيه النظريه، الناحيه الجميله، بس دلوقتي الناحيه اللي على الورق. انما الناحيه الواقعيه ايه؟ ايه رايك بقى؟ يبقى دي الناحيه النظريه مش كده؟ الناحيه الواقعيه ان النهارده العالم كله انقسم الى ايه؟ انقسم العالم كله الى دولات مختلفه، والعالم يشهد تعدد الدول، وكذلك يشهد تعدد الحكومات، وكذلك يشهد تعدد الايه؟ القوانين. يبقى احنا يا ابو بكر دلوقتي بنتعاملوا ايه يا ابو بكر دلوقتي؟ بنتعاملوا مع دولة إسلامية بتتعامل مع دولة إيه؟ مصر دولة إسلامية، عيالنا بيروحوا ليبيا يبقى ليبيا دولة إسلامية، عدوا راحوا السودان يبقى دولة إسلامية، عدوا ما عرفش راحوا فين يبقى دولة إسلامية بتتعامل مع دولة إيه؟ إسلامية. دولة إسلامية بتتعامل مع دولة غير إسلامية، أهو ده اللي إحنا نشتغل عليه. عرفت بقى لما يجي لك سؤال تخش عليه إزاي؟ تقول المسألة دي يا ناس واللي كتب لنا كده خد 19 من 20 واللي كان خد 20 من 20، ايه المشكله؟ احنا عامل نكيله من جسمنا ما ياخد اللي هو عاوزه ما ينبسط، بس دخلت الموضوع اهو، دخلت الموضوع بتقول ايه؟
العنوان بيقول علاقة الدولة بكذا، يبقى احنا مش هنقول بقى هنقول الأصل. المسألة دي فيها ناحيتان، ناحية نظرية وناحية واقعية أو ناحية عملية. فالناحية النظرية توحي أو تشير إلى أن العالم كله دولة إيه؟ مهما اختلفت أجناسهم ومهما اختلفت لغاتهم، وممكن يكون مسلم بس بيتكلم انجليزي ما بيتكلمش عربي بس مسلم، يبقى الاصل من العالم. وعمر بن الخطاب كان اسمه امير المؤمنين كلهم مش كده ولا ايه؟ ها؟ طيب انما الناحيه العمليه او الناحيه الواقعيه بتقول ايه؟ بتقول ان العالم النهارده الواقع النهارده يشهد انقسام العالم الى دويلات. يبقى اذا دويلات او دول، في دول مسلمه ودول غير مسلمه. يبقى الدوله الاسلاميه دي هتتعامل، الدوله الاسلاميه مصر دي هتتعامل مع مين يا مصر؟ قالت قدام طرفين اهو، طرف اليمين بتعامل مع دول اسلاميه، طرف الشمال بتعامل مع دول غير ايه؟ سالناها قلنا لها يا مصر يا دوله يا مسلمه، ايه الاصل في علاقتك مع الدول الاسلاميه الثانيه؟ ايه الاصل في علاقه الدوله المسلمه بالدوله المسلمه او بالدول الاسلاميه الايه؟ الاخرى؟ قالت شوف بقى الاصل في العلاقه بيني كدوله مسلمه وبينهم كدوله مسلمه تقوم على التعاون والتراحم والتوادم والإخاء ونبذ الشقاق ونبذ الخلاف واعتبار المسلمين جميعا أمة واحدة يدا واحدة مهما اختلفت أجناسهم ومهما اختلفت حكوماتهم. يبقى الأصل في ايه؟ يبقى العلاقة دي أبو بكر يا ابن ذي الوقت، العلاقة دي علاقة طيبة ولا علاقة وحشة؟ طيبة. ما دام بنتعامل كلنا اخوات، وبعدين بعد اخوات نحب بعض، وبعد ما نحب بعض ما نزيش بعض، وبعد ما نزيش بعض ننبس الشقاق والخلاف، نبعد اي حاجه هتجيب مشكله بينا. وكل المسلمين واحد يد واحده. والمعتصم بالدوله العباسيه لما الست انأسرت هناك قالت ايه؟ ومعتصمة جاء الخبر قال والله لأحررن، وراح جابها من قلب السجن جوه، من دخل السجن جوه وجابها وخدها معاه. يبقى مسلم في اخر الدنيا زي مسلم كده. يبقى ابو بكر بقى لو اخوي عامله زي ما عامل الغريب، زي ما عامل كذا، زي ما عامل كذا، زي ما عامل كذا. خدت بال حضرتك؟ بس انت لما تيجي انت النهارده في برضه حته في المجتمع، لما تيجي انت موظف او في مكان ما وتعامل الناس كلها معامله طيبه، صدقني انت بتنفهم غلط. ولا غلطان في الكلام ده؟ تنفهم غلط. نيجي مثلا نمتحن الطلبه، مثلا عندنا امتحان شاف ونجح الطلبه كلها، خدت بالك؟ نيجي نقول يا جماعه اللي حافظ المنهج كويس يجينا هنا عشان ياخد 50 ولا 40 من 50، واللي هو مش حافظ يعني هننجحه عشان خاطر ابوهم. تقوم تاخد 50 طالب ولا 100 طالب، ما فيش طالب يسمع، يقول لك شوف الكلام هو ما عندناش نجح الطلبه كلها، وده اسمه كلام. الواحد ياخد ماده صح يدي الناس كلها امتياز، نصهم امتياز ودكتور جيد جدا، يقول لي مش خاتم ايه؟ ربنا يكرمك. في نتيجه؟ لا والله صدقيني في واحد في نتيجه كده بتدينا حاجه. يبقى الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. يا خلفه هو يا خلفه هو انا دلوقتي لو الطالب يسال واحد سؤال يطبطب على بيتي ويقول نعم عاوز ايه؟ وياخد بالراحه كده يقول لك انا طب هو بيطبطب على الطالب ده ليه؟ يا جماعه هو ليه لو اخويا دلوقتي ولا ابن عمي ولا ابن خالي ولا غريب مراتي هنعمل له ايه؟ هنعمل له خدمه مدارس عشان ما حدش يزعل مني، عشان لما اروح البلد ما اقولش ده غني وحش. طب ليه ما نعاملش الناس كلها معامله واحده؟ ما تعلمناها ما هو. وبقول لك الاصل انك تعامل الناس ايه؟ اخوات، موده، محبه، رحمه، اللي هيزعلك بعض بلاشه. المسلمين النهارده اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا زي اللي هنا، ولذلك المبدا عمره ايه؟ المبادئ اللي تتجسد. والمبادئ ايه؟ لا تتغير. عامل الناس كنا بنقول امبارح الجمعه، خد بالك كانت الجمعه امبارح يعني ان ايه؟ كان العنوان بتاعها كان امبارح بقى ايه؟ ها؟ حد بيخطب الجمعه فيكم؟ ها؟ يا نهار طويل مش معدي. هو انتوا بتخطبوا بتسمعوا الخطبه ازاي؟ سمحت بس. طب العنوان كان ايه؟ بيتكلم عن ايه الشيخ؟ اسمع يا عم، بيقول لك واحد حكيم قاعد على شط النهر حكيم، فلقى قطة، القط بيجري فالقط وقع في الميه، فكاد القط ان يغرق،
فالحكيم عاوز ينقذ الطفل فمد يده اليمنى اليه فقمشه الطفل خربشه. فالحكيم دي مصمم خربشه جامد. فجي رجع تاني وبعد دقيقه مد ايده الشمال دي كنت مخربشه تاني دي مصمم. قعد دقيقه وجي مد ايده اليمين التانيه بردت شويه فكادت. فواحد كده قاعد جنبه قال له يا ايها الحكيم الا تطعس خمشك الخط في المره الاولى فلم تنته وخمشك في المره الثانيه فلم تنته وها انت زاد مد يده يدك اليه لكي يخمشك مره ثالثه. لكن الحكيم لم يأفل بكلام الرجل وظل يحاول حتى انقذ القط من الغرق. فالحكيم ماشي القط جرى والحكيم ماشي ولقى الرجل ماشي كده زعلان منه فقال الحكيم قال له يا بني قال له نعم قال له من طبع القط ان يخمش ومن طبعي ان اعفو وان اصفح فلماذا تريد لطبعه ان يتغلب على طبعي يا ولدي عامل الناس بطبعك لا بطبعهم وعامل الناس بخلقك لا بخلقهم. ده الانسان الاصيل انما الوطن يجري على طول الوطن يجري الامور كلها مره يضحك مره يخشب حتى ولا ولا فحتى يقول طبعنا انا عارف ان شاء الله طبعي واحد بس عروسكم تتجدعوا وتذاكروا وتحضروا المحاضره عشان عاوزكم تحرقوا دمي تكسفوني وتقعدوا تتناقشوا مع بعض كده وتمسكوا في هناك بعض زي ما قعدتكم مع نفسي دلوقتي خدت بالكم. فيعني رجاء يعني بص انت جاي وانت راكب في العربيه بص بصه لله يا اخي خدت بالك ولا ايه؟ يبقى الضغط ده حاجه معناها شغل ده الضغط ايه؟ ده الضغط ده يبقى تاني اسياد يبقى الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه ايه؟ غيرها منين؟ بالدول الايه؟ بالدول الاسلاميه يبقى علاقه ايه؟ وكل بقى غني براحتك امسك بقى المايك وغني على المسرح براحتك بقى كل علاقه كذا وقول الكلام الحلو اللي عندك كله. طيب وعليه بقى بناء على كده يعني ان هم اخوات وان هم حبايب وان في رحمه وان في نفس شفاق وعليه كنت لسه جايلها شويه من نتائجه فان قيام الحرب بين دولتين اسلاميتين لا تعد حربا مشروعه ايه؟ عمرها ما تبقى حرب دوله اسلاميه تتعارك مع دوله اسلاميه ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش ليه؟ لأن القرآن الكريم وضع لنا العلاج الممتع. بيقول إيه؟ وإن طائفتان هنصدقوا منهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني واحدة ظلمت الإيه؟ الثانية. نعمل بقى في الظالمة فقاتلوا التي تبغي حتى تفي يعني إيه؟ ترجع. حتى تفي أي ترجع إلى أمر الله. فإن فات يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وإيه؟ وأقسطوا يعني اعدلوا إن الله يحب المقسطين يعني الإيه؟ يعني العادلين. طيب إذا كان الدين يبقى الدين ده بإيجازها ده الكلمتين اللي إحنا عاوزينهم هذا الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدولة الإيه؟ بالدولة الإسلامية الأخرى أو بالدولة الإسلامية الإيه؟ الأخرى. طب يا أبو بكر بقى إيه بقى الأصل في ده الأصل يا أبو بكر ده الأصل مش كده ده الأصل؟ انما لما تيجي بقى دوله تقول ايه مثلا السعوديه مش هتبعت اشرار المصريين السنه دي في الحج والعمره نقصوا علينا عشان الجماعه زعل تقول ده انا كنت ناوي نعمل عمره السنه دي وهنموت من حيوانين وقاعد تنكد عليهم واحد كان نفسه حج عامل ذنوب ياما قال يا جماعه كده شكلها هنموت ولا ايه بالمعاصر والذنوب بتاعته خدت بالك يبقى ما ينفعش بقى نشوف الاصل ان احنا ايه اخوات تاخدوا الجزيره ناخدوا الجزيره ما تفرقش معانا ايه في الجزر يا لا الجزيره هتزودنا ولا هتنقصنا صح ولا ايه؟ يبقى ده الاصل اهو تيجي بقى الاصل بقى في علاقه الدوله الاسلاميه بالدول غير الايه؟ بالدول غير الاسلاميه. الاصل بقى يا عم ابو بكر ان العلاقه برضه علاقه ايه؟ موده ومحبه ورحمه وتعاطف وتعايش سلمي. يعني لا نأذيهم ولا نأذينا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. طب انت جبت الكلام ده منين؟ قال يا عم ده القران الكريم اللي اقصى المبنى ده وهنا بقى انت هتحفظ الايات. يبقى الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه بالدول غير الاسلاميه انها تقوم على الاخاء والتعاون والمحبه والتراحم والتعايش الايه؟ السلمي. وقد اشار القران الكريم الى ذلك في اكثر من ايه؟ من موضع. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. يعني عاوزين سلام اهو ولا تتبعوا خطوات الايه؟ الشيطان. ادعوا الشيطان بقى ليه؟ ده لانه لكم عدو مبين. ده عدو والعداوه بتاعته ظهرت.
يبقى هنا الآية لما تقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيه؟ يبقى احنا يبقى ادخلوا في السلم كفة مع مين؟ مع مسلمين وغير إيه؟ وغير مسلمين. النص شيء لما القرآن الكريم يقول فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، يعني قالوا تعالوا معاك ولموا نفسهم من ناحيتكم ورفعوا الرايه والبيضة تتفضل مع الداوي مع الدكتور مفيد ابو الغار كده، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم الإيه؟ خلاص عاوزين سلم اهو، فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ ولذلك لما يجوا يحاربوا مسكوا واحد كده بيقول له يا حضره النبي افرح فيا، قال له عملت ايه يا حبيبي؟ قال له اسمع دخلت على واحد من الجماعه الكفر خلص عليه، قال مستخبي ورا الشجره يتمسك السيف ويقول له هين، قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، قلت له كده انا مخماني انضحك علي جيت مطيرك جاب ايه رايك فيا؟ قال له غلطان وبغلطان كمان، هلا شفقت عم خلبي يا اخي نطق بها عيب كده الله يهديك مش كده بالراحه شويه، خدت بال حضرتك ولا ايه؟ يبقى ايوه فان اعتزلوكم ايه؟ يبقى في حرب اهو، وبعدين الناس عايزين سلم خلاص ما تلجاوا للايه؟ للسلم. ربنا يقول ايه؟ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست ايه؟ تبتغون عرض الحياه الايه؟ يا اخي ده عاوز العلاقه، ما هو سيدنا النبي قاعد مع امنا عائشه كده، فنادى الجماعه اليهود معدين عليه هو بيقول السلام عليك يا محمد سامع البلاغ، فجي النبي قال لهم وعليكم وعليكم وجي ساكت، وامنا عائشه بتقول له قول لهم وعليكم السلام جدها يا ما تشوفكم، قال لها يا عائشه قلت لهم وعليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، دعوتي انا هتتداول عند ربي هم بيضحكوا عليا، قال ايه؟ قال يقولوا السلام يعني بيحسبوا ايه؟ قال السلام يعني ها؟ زي الفيلم كده بتاع محمد رضا لما كان يقول احنا بنطلعوا الكلام نص سوا كده، لما كان شغال حرامي بس كان الحسين، فاكرين الفيلم ده؟ يقول اصل الكلام احنا بنطلعه ايه؟ كذا، كان عندنا في بلدنا زمان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيلسوف، يقول السلام بركاته. انا بقى يا حاج يقول اختصار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول السلام بركاته. طب ودي يا عم في الاسلام حاجه انت فاهم حاجه ولا مش فاكرين؟ ها؟ خدت بالك؟ فهنا ما بنقول للنبي السلام عليكم يعني مظلوم ايه؟ السلام عليكم، زي واحد النهارده يقوم مثلا يقول لك واحد ايه في كده جماعه برضه الانسان الطويل دول يقوم شاتم واحد مش عارف احمد وعليكم السلام، يقول لك انا مش تبه خلي بالك مش واخد باله من حاجه. صح ولا ايه؟ مش دي الفلسفه بتاعتنا النهارده؟ فالقران يقول ولا تقولوا لمن القى اليكم الايه؟ ما دام انتوا عايزين سيبوا لست مؤمنا تبتغون عرض الحق، وبعدين وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يلا ما دام عاوزين سلم يبقى احنا عاوزين ايه؟ سلم احنا كمان. تاني يبقى الاصل في علاقه سيبك بقى من الدوله المسلمه، عرفنا الدوله المسلمه علاقه كذا، ولو الحرب جابت تبقى حرب غير مشروعه عشان ست الحجاج بيقول كذا. يبقى الحته الثانيه الاصل في علاقه الدوله الاسلاميه غيرها منين؟ من الدول غير الاسلاميه. يبقى الاصل انها علاقه تقوم على جزء، فين الادله عندك؟ عند واحد واثنين وثلاثه وايه؟ واربعه. ادي الادله بتاعت الايه؟ ادي الادله بتاعت القران. يبقى تيجي بعد ما تذكر الادله بقى تقول وجه الدلاله، يعني الادله دي بتقول ايه؟ او العده بتقول ايه؟ فالايات الكريمات تدل على ان السلم هو الاصل في العلاقه بين المسلمين وغير الايه؟ وغير المسلمين. يبقى الايات اهي بتقول ايه؟ بتقول الاصل في العلاقه. مين يا ناس اللي قال الاصل ده؟ كما ذكرت ذلك كتب التفسير. واحد بقى هيقول لي كما ذكرت ذلك كتب الحديث اقول له هي الايات دي ايه فين؟ في القران. يبقى مين اللي اتكلم فيه شغل مين؟ مفسرين يفلحوا فيه والحديث يفلح فيه مين؟ جماعه المحدثين بتوع الحديث وكل محدثين وعي محدثين يبقى برضه هي كانت في ايه؟ كانت في الازهر اهو. طب يبقى ده الاصل ان العلاقه دي في حاله الايه؟ في حاله السلم. يبقى ده الاصل اهو في العلاقه في الدوله الاسلاميه بغير الدولة الإسلامية إن علاقة كذا وكذا وكذا، بس في الآخر تقول إيه؟ بشرط إن كل ده في حالة الإيه؟ في حالة السلم. أما حالة الحرب ها؟ فإنها حالة استثنائية. يبقى ساعة الحرب بقى يبقى الحرب هنا أمر استثنائي، أمر طارئ، تدعو إليه الضرورة. دخلوا علينا يا بكره عشان يضربونا نقول إيه؟ أيوه خلصوا علينا؟ لا يا عم ما دام جلنا وكذا يبقى وجب على المسلمين ان يدافعوا عن انفسهم. يبقى المسلمين يا ابو بكر لما يخشوا الحرب هنا بيدخلوا الحرب من اجل الاستعلاء، يعني داخلين عشان يتكبروا ويتفشخروا على الناس
ولا داخلين عشان نظهر شجاعتنا، ولا داخلين عشان نظهر قوتنا، ولا داخلين عشان ايه؟ داخلين عشان نقضي على الفتنات وعشان نحمي الدعوه الايه؟ الاسلاميه. يبقى اما حاله الحرب فانها حاله استثنائيه تدعو اليها الضروره، فحينما يدخل المسلمون الحرب فانهم يدخلونها لا للاستعلاء ولا لاظهار الشجاعه ولا لاظهار القوه ولا لجمع المغنم، وانما لدحض الفتنه والقضاء عليها ولاظهار ولحمايه الدعوه ولحمايه الدعوه الاسلاميه. ليه بقى جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده شعارات جميله وكلام جميل جبته انا من القران اهو. يبقى انت عندك المعامله في حد السلم بديك اربع ايات في القران، وعندك المعامله في الحرب جبت الكلام اهو النظري وجبت لك عليه الايه؟ الدليل. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واحد عاوز حاجه؟ كتب عليكم القتال وهو كره ايه؟ كتب يعني فرض. يبقى هنا يبقى الحرب هنا، شوف كتب عليكم القتال يعني والقتال هيكون في الحرب. يبقى الحرب هنا فرضت علينا، بس فرض بمزاجنا ولا غصب عننا؟ طب من الذي فرضها علينا؟ الله. يبقى احنا بننفذ امر الهي يا جماعه. تيجي الايه الثانيه تقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني احنا نتعاركوا مع مين؟ مع اللي بيتعاركوا معانا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. شوف ولا ايه؟ ولا تعتدوا. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد سنه 3 هجريه لما جه يبص كده على الجماعه القتله بتوع المسلمين شويه المسلمين، لقى عمه حمزه ولقى القتله التانيين شويه التانيين ممثلين بيهم. فجم المسلمين زعلوا قالوا: والله لئن اظهرنا الله يوما على قريش لنمثلن به مثله لم يمثلها احد من العرب. النبي بص على عمه كده لقى عمه بطنه مفتوحه بالخنجر، ولقى معاه عمه طلع بره، ولقى الكبد مش موجود، لقى هند ماسكه الكبد مطلعاه وعاوزه تاكله كده تدردشه، تاكل الكبده نيه بس ما عرفتش تكمل فلفظتها على الارض. فجه النبي لقى مناخير عمه مفتوحه ودانه مقطوعه ومش عارف ايه، قال: والله يا عم لئن اظهرني الله يوما عليهم لامثلن بسبعين منهم مكانك. اهو نزلت بقى الايه 126 من سوره النحل: وان عاقبتم بمثل. ثم خلص واحد عقد واحد كفايه يعني مش بقى الصعايده تقول الواحد من عندنا وعشره من عندهم، فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال انا هنصبر وخلاص، واليمين يا حضره النبي قال نكفر عنها وصلت ثلاث ايام. يبقى القران لما يقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال لا، ده بقى الذين يقاتلونكم. يبقى شوف بقى التقديم وتاخير. يبقى الاعتداء جه منين؟ من عند الذين يقاتلوننا. طب احنا نعملوا ايه؟ نقاتلوا الذين يقاتلوننا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هيجي تعتدوا تفسير المفسرين كده تاني اهو، ولا تعتدوا ان الله لا يحب الايه؟ تيجي ايه تاني تقول: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. احنا اذنا لهم عشان ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. يبقى دي ادله من يا جماعه؟ من القران. ادله دي على ايه؟ على ان قتال الدوله الاسلاميه للدولة غير الإسلامية في حالة الحرب إنما هو أمر طارئ دفعتنا إليه الحاجة، بدليل آيات ثلاث آيات من القرآن. عندك أدلة؟ عندي أدلة من السنة. حرمت السنة قتل الصبيان. ليه قتل الصبيان يا جماعة؟ لأن الصبي لا حول له ولا قوة. حرمت السنة قتل النساء. ليه؟ لأن المرأة إيه؟ ضعيفة. افرض بقى إنها فاطمة تعلمت. فاكر المسلسل هو الحاج داويش؟ الحاج فاطمة تعلمت؟ افرض بقى إنها امرأة هناك بس عمالة جبت صلاة النبي على مخها، توجع الدنيا حالة بعضها كلمتين اتنين، زي حماتك كده لما تحب توجع بينك وبين جوزك كده، تدبر لك من بعيد لبعيد وتجيب تاخدك في الأحضان. فدي بقى المرأة لم تقتل لأنها إيه؟ ضعيفة. طب
طب هو ده بيركب في الغزوه وهو ماشي كده لقى واحد واحده ميته. قال من الذي قتل هذه؟ مش قلت لكم ما تقتلوش سته؟ فواحد قال له وجدتها يا رسول الله فاردفتها خلفي، لقيت غرفه مسكين في حته مقطوعه، قلت يا دي السبسوه وجدت مركبها الحصان وراي عشان نوصلها، فارادت ان تصرعني عامله زي نانسي للظهر. قالت بقيت تغنبني بلقبتي كده وعامل وراي، جيت مطلع الخنجر وجيت مديها الضرب القدم العمل عادي وخلص عليه. قال له تسلم ما يبقاش حاجه بقى، ما دام جيب بلعيني اهو، جت وقت جت في الحرب كده وقعت بتغيظ المسلمين وجت بقى تلعنهم وهدومها تقول ايه؟ ها دونكم فرموا الراجل بقى اللي يقتلني، واحد قال طب خوني ودي منشن عليها بنخلص عليه. قال النبي قال ومال مش هي اللي بتغيظكم؟ هي اللي بتحطكم على المشاكل؟ احنا ما لناش دعوه بيها. ما دام منكسره وغلبانه زي بتاع زمان كده وقعدت حالها وغلبانه، جوز هيبص لها تقعد في جنب الاوضه حمامتها تزعق لها تقعد عند اوضه الفرن، ما لناش دعوه بيها. انما بتاع القرن اللي احنا فيه ده اهو، خدت بالك انت ولا ايه؟ دعوه صريحه يعني ولا حاجه. طيب يبقى السنه هنا يا اخوانا ايه؟ السنه هنا تحرك ايه؟ السنه هنا كذلك تحرم الاعتداء على مين؟ على غير المسلمين. فين بقى يا سيدي؟ تفسير العلماء لقوله تعالى ولا تعتدوا. طبعا التفسير لما جمع على كلمه ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين، قالوا ولا تعتدوا معناها اي لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيوخ. افرض بقى المشيخ زي دريد بن الصومه كده وكان قاعد بقى ايه؟ شفاكر اللي في الفيلم لما جابوه ودمه مطوله وشايلينه على خشبه كده، قالوا يا سيدنا نعملوا عمل اسمه نعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. قال لك يبقى ده شيخ بس مخه ايه؟ ما انت ساعات تقول لها تقول له يا سيدي يقول لك نعم، تقول له علمني يا سيدي وعنده كمان يقول لك عارفه؟ ده انت لو قلت لهم كذا وامك حميد الله يهدي شر امك حميد، وقت يا سيدي وحصل كذا وجيب لك سجل لي مدني متحرر ستة. طب يا سيدي جماعه فلم زهقنا وهو قابلنا يقول لك راب. قال قالوا ادبهم طب اعمل كذا وكذا وكذا، يخلي العيلتين يولعوا بعض العش. خلي بالك يبقى العله اهي العله في عدم قتل النساء والصبيان والشيوخ الضعف. فاذا وجد منهم القوه وانتفى الضعف يبقى ايه؟ يبقى تهلل. طيب الامام مسلم بيقول ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وجد امراه مقتوله في بعض الرزي في بعض الحروب فنهى عن قتل الايه؟ النساء. في حديث ثاني ان سيدنا النبي قعد الجيش وسيدنا خالد بن الوليد مسك الميمنه بتاعت الجيش يعني مشوا قدام، وكان سيدنا رسول الله في قلب الجيش، فسيدنا خالد قتل امراه فالنبي بص لها امراه مقتوله فنظر اليها وقال ما كانت هذه لتقاتل الحق بخالد، فقل له لا تقتلن امراه ولا صبيا ولا شيخا ولا عسيفا. العسيف اللي هو الايه؟ الاجير. عبد بيشتغل بالاجره غلبان مالوش في الطور وليه في الطحين ايه؟ ما تموتوش. خدت بالك ولا ايه؟ يبقى عندك هنا الادله هو، وعندك بقى حته هتيجي معانا اهو. الامام مالك بيخرج ان سيدنا ابو بكر لما بعت الجيش فسيدنا ابو بكر اسمع بقى الكلام ده يقول لهم ايه؟ الحديث ده عندك او الاثر ده عندك. انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا انفسهم لله فذرهم وما زعموا انهم حبسوا انفسهم ايه؟ قالوا يعني خد بالك وانت رايح تحارب اهو يا يزيد يا ابن ابي سفيان حكى لي ناس يقولوا ايه؟ احنا بتوع الصوامع، احنا ربان، مالكش دعوه بدول، يقولوا احنا بنعبده ايه ربنا؟ ما دام قال لك احنا بنعبد ربنا والراجل في حاله مالكش ايه؟ مالكش دعوه بيه. وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر. ها؟ يعني جاي حارب شعره كده وسيد حبه فين؟ الله الله على سيدنا ابو بكر وعلى جماله دي. زي العيال الحاجه بتاعت النهارده كده. الولع عمال يصرف على شعر مصاريف تصرف على عيالين توأم بيطلعوا لبن صناعه. وعمال يجيب كده ويعمل كده بحرف الدين ومش عارف. طب نعمل في الجماعه دول؟ ما لازم برضه الدوله تتدخل برضه. ولازم الداخليه تتدخل. ولازم تتدخل ده يا جماعه يا جماعه في تلوث بيئي. بيئي البيئه فيها تلوث، الميه ملوثه مثلا نعم، الشارع ملوث وفي تلوث سريع. كنت عمال بيغني ده عمال بيقول عيش الفرس مش كويس. وبعدين يقول له انت عم فهيص ولا فهيص ولا فهيص يقول له مش عارف
الفرد الفرح يصحح قبل ما يصحح بالمعيز. ايه جماعة المستوى هو ده تلوث سمعي ده، ففي تلوث نظري، انت لازم تشوف حاجة كويس سلاسل مش جدا حسن عشان التلوث يبقى الماء طبعا قدام البحر كده لو زهدان المنصور والخضرة طبعا وسط الغد البصر يعني الخص والسريس والبصر كده وكل ده برضه البصر والوجه الحسن لان مرات الحلوه كده مش جميل جدا اذا ما كان غفير نظامي يتفاجئ في الصاله والمفاجئ في الدبل يتفاجئ في الصاله يجي لك صرف هتفاجئ ولا ايه؟ وبعدين ثلاثه بقى يجيبوا الغم وثلاثه من الجد الحزن ايه يا عم بقى احنا قالوا لنا بقى الفلاح ده بمقابل ده يعني قالوا لنا يا ابو بكر يا بتاع الحوش انت قالوا قعده الجعفوس وقف عارف الكلام ده يعني قاعدين نسمعهم قدام الدار على فكره رصاصين رقم وتجيب وبسبب السكه الحديد مخبرات دي عندنا بقى في الريف مش في المدينه المدينه كل واحد في حاله اللي اذا كان بقى الفوق عندك بره على الباب الريف وجاي وصلك كده قاعد الجعبوس وشرب البسبوس قاعد بقى الشيشه وعمال يشرب ويبرخر كل نهار على القهوه بره تجيب الخراب ها وجواز العجوز يتجوز واحده عجوزه قال لي ظهري راسي هتجيب له الهم والبكت عليه. خد بالك؟ فسيدنا ابو بكر يقول له خد بالك انت حتى هيجاب لك وابو بكر بقى ما ابو بكر كان بيروح في وقت الجيوش. فقال له انا رحت الحته دي يا سيدي ابو سفيان وكان في عيال كده مش عاجبني فستجد اقواما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر قال له تعرف ايه؟ فضرب ما فحصوا عنه بالسيف على راسه ونشه والايه؟ وانت فوق كده عشان ايه؟ اضرب المرقوط يخاف الايه؟ يخاف السيف. وقعد يقول له بقى ان الموسيقى حاضر يا عمي قال له ان الموسيقى بعشره قعد بقى يقول الموسيقى بعشره من ضمن العشره دول ايه؟ قال له لا تقتل لنا امراه ولا صبيا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا تقطعنا شجره مسترا ولا تحرمنا عشره الى اخر ايه؟ الى اخر ذلك. شفت بقى السؤال بتاع الدين الاولاني اتحل بجد ايه؟ عرفت الفكره بتاعت كده بجد ايه؟ احنا عايزين بس نخطط بقى عايز السؤال بتاع الدين ده عايز ايه؟ السؤال بتاع الدين ده لما نتصحوا مع بعض بقى احنا بتاع